أزول، السلام عليكم سيدي عيسى. كان شي صوت عندك تما؟ والصوت كاين موجود يا اخويا الكريم. نستناو شويه الاخوان سيدي عيسى يدخلوا، لحقاش كاين شي مواضيع مهمين بزاف. راك عارف كيما كاين شي المستجدات، حنايا كنجيو كنتواصلوا مع الاخوان والاخوات اللي ما كتوصلهمش شي معلومات، بالاخص ملي كتكون شي معلومه مهمه كنشوفوها الواجب ديالنا باش نجيو نتواصلوا مع الاخوان. نصبروا واحد دقيقه الاخ عيسى وغادي نبداو ان شاء الله. تحية عالية. نسيت ما يثمثنغ السويث ما يثمثنغ كي نغدن شوية البارتاجي. الزول ومثنغ طارق ومثنغ محمد أعشير ومثنغ فيصل بوبوح وتشمثنغ فاطمة يجن تحية طنقرن زيس زي هولندا الريف النغ يعزن ومثنغ المارنس الديكو تحياتي محمد سلام أزول أزول مارنس ستمت بشوين بارتاجي ميمي ذي يجن الموضوع مهم مطاس يجن نقطة تسمى ذو مثل عيسى ومثل عيسى غنير غنير عن التعريف ذاني تاتي تيجن يجن معلومة يخصولها ودك كني وتي تنفاقية ثم سويت ما من نرخو عاد من ما تجيش شن المعلومات تخصية نغني تخصيري في النغ وإنما أدنكار أدنفاق المعلومات أكيث مثل سويت مثل مرة من ما الأخ عيسى. بعد السلام عليكم أزول، واحد النهار كبير هذا راك عارف حنا بنادم راه في الميدان كما قلت للإخوان ديالنا فوقاش ما كاين شي معلومات تخص الإخوة الريفيين وإنما نجيو نتواصلوا مع الإخوان والأخوات. السلام عليكم يا سيدي عيسى. وعليكم السلام ورحمة الله، تحية عالية أزولة يا إثمة. واش نقول لكم، كاين كل مرة الجديد مع هذه الدولة الفاسدة اللي دارت لنا أئمة الكفر في هذه أوروبا هذه. وكاين واحد الموضوع شوية حساس، كاين شي مواضيع مهمين ولكن كاين واحد ديال دروك نتاع الأموات، يعني ما راهمش يرجعوا لبلاد المغرب. وإن شاء الله كريم راه عنده واحد الفيديو واحد الاوديو غادي تسمعوا لهم من بعد، ان شاء الله يكون التدخل ان شاء الله. واخا يا ثما سويت ما المهم ذاني تاتي اجن فيديو افيد السعدو رخو ذاش نستامينو تو فيديو يا واني تاتي مهم الطاس الطاس نسات ما كاين ما يميل الامر واني تاتي يتخصيا مغمار شن بعد خمي غيكمل فيديو يا واني تاتي وشتاف ذو مثل عيسى هذا نغديو الشان المعلومات مهم من التسخ الفيديو يا واني تاتيت من تغاس المعلومات يبحديث مسرينا انت تيري دي بلجيك ومنايا فيديو يا يتوخرت جا بلجيك وهولندا. المهم يا ثما سويت ماذا ومتسعدوا برخو فيديو ني ستم غا كين خصبان ميمي المسألة يا خصيانا مارد اللي
للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مسؤولي المؤسسات والجمعيات الإسلامية والمساجد ورواضها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، معكم أخوكم ومحبكم سعيد المدوشي، رئيس اتحاد مساجد أنتوربن والكاتب العام لفيدرالية مساجد فلاندرن وأحد مسؤولي الرحمة الخيرية. أحييكم تحية مباركة طيبة، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن جميع الإنسانية والبشرية هذا الوباء، وأن يشفي جميع المرضى عاجلا وليس آجلا بقدرة الله تعالى وعزته. أيها الأحباب، نحيطكم علما ببعض المستجدات التي لها علاقة بهذه الظروف الأليمة التي نعيشها في بلجيكا خاصة وفي العالم بأسره عامة. فنخبركم بأننا نتابع تطورات هذه الأحداث منذ البداية وعن قرب. فلما وصلنا القرار الوزاري من الحكومة المغربية بمنع دخول أموات المسلمين المغاربة إلى بلادهم، قمنا بتشكيل كتلة مكونة من بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعمل في حقل أموات المسلمين وبعض المؤسسات التأمينية والتكافلية مثل الرحمة، وذلك من مكاتب هولندا وبلجيكا. فمن أول التحديات التي نواجهها الآن وهو ما العمل بأمواتنا الذين يريدون الدفن في المغرب ولا نستطيع ترحيلهم بسبب القرار الحكومي الذي يمنع دخول أموات المغاربة إلى المغرب. فمن باب إكرام الميت دفنه، طلبنا من أخينا الفاضل ميمون أقشح رئيس فيدرالية مساجد فلاندرن بأن يتصل بسفير المملكة المغربية ببروكسل ويطلب منه إخبار الحكومة المغربية إذا أمكن بالتراجع في هذا القرار الذي سوف يشكل لنا مصيبة كبيرة ولا ندري إلى متى نبقى تحت قبضة هذا الوباء، والأموات تتراكم على بعضها في الثلاجات وبدون دفن. وكذلك إخوان هولندا فعلوا نفس الطلب للسفارة المغربية بهولندا، وطلبنا منهم بأن يتعاملوا معنا مثلما تتعامل تركيا بأمواتها أو مع أمواتها، بترحيلهم مرة في الأسبوع عن طريق الطيران الكارغو. ولكن مع الأسف الجواب كان بأن الحكومة المغربية أخذت قرارها بدون تراجع حاليا. فدرسنا هذا الواقع مع إخواننا في هولندا واقترحنا ما يلي: أولا، تصدير رسالة مفتوحة أو بيان إلى ملك المغرب بالتدخل بحكمته النبيلة في هذا الملف المؤلم. وهذه الرسالة أو البيان باسم فيدرالية مساجد فلاندرن وهولندا. وثانيا، إنشاء صندوق للطوارئ لجمع الصدقات والتبرعات لصالح إيجاد حلول لأمواتنا في بلجيكا وهولندا. ونشأنا بحمد الله هذا الصندوق، والذي سميناه الصندوق الإسلامي للطوارئ. وبدأنا بجمع التبرعات منذ يومين، ونبشركم بأننا ولله الحمد وصلنا إلى مبلغ تعدى 200,000 أورو. والكل يستطيع أن يتابع تطورات هذا الجمع عن طريق موقعنا، ونسأل الله تعالى القبول لجميع المحسنين. والهدف لإنشاء هذا الصندوق له مشروعين: المشروع الأول هو تقديم يد العون
لعائلات الأموات لدفن موتاهم في أقرب وقت ممكن ومساعدتهم في بعض المصاريف الأساسية. والمشروع الثاني هو شراء قطعة أرضية كبيرة في هولندا مع الحدود البلجيكية لإنشاء مقبرة إسلامية متكاملة أبدية مثل ما فعلت الجالية اليهودية في بلجيكا، أنهم اشتروا قطعة أرضية في إسن هولندا مع الحدود البلجيكية وتدفن أمواتهم هنا على الطريقة الأبدية، بأن الدستور البلجيكي لا يسمح بتنظيم مقابر أبدية في بلجيكا. والباب مفتوح لكم أيها الإخوة لمشاركتنا في تسيير هذا الصندوق المبارك وهذه المهمة والمسؤولية العظيمة. وسيلتحق بنا قريبا في هذه اللجنة المباركة فيدرالية مساجد فلاندرن وكذلك مؤسسة جنازة لتجهيز أموات المسلمين في بلجيكا وبعض الجمعيات الخيرية في بلجيكا وهولندا. وأخيرا نشكركم جميعا على حسن تجارب. واخا سيدي عيسى الزولة واحد الخطرة، المهم ايثما تسويثما انت في يمكن تسري ماسي المقطع الاوديو. دابا غادي ندخلو انا في اكون ماثم عيسى هذا نغوي شوين التفاصيل خمين في الفيديو يا واني تاتيت ذي المستجدات ما يمي منايا منايا جن حاجة مهمة يتصل يا ايثما سويثما وتهمة يا نغمار ما يمي مش نزرى ذي فيديو يا واني تاتيت الخو مريم موتشاني الجن الزين غذاني تاتيت ذي أوروبا أتف منوع أذنح أذرانا ندرن ذي ثماثنا مع العلم نزرى الطارك انتف كسير ذي التيارة ثنو مقان الكارغو الكارغو ثين يسقو ذن الحوايج دوينات. المهم نجو مثلا عيسى ذا نغدي السيور خمانية سيدي عيسى بعد هذاك الفيديو انت اللي سردتيها لي كنشكرك بزاف على هذا على هذه المعلومه لحقاش واحد المعلومه كتهمنا بزاف. دابا بنادم الا مات هنا ما يقدرش يمشي يتدفن في البلاد ديالو. سيدي عيسى دابا بغيت تعطينا شويه المعلومات على هذا الشيء وغادي يكون نقاش بيناتنا. السلام على حساب ما استمعنا له لهذا الفيديو هذا وهذا الاوديو هذا اللي سمعنا له، هذا الشيء جاري به العالم قبل يعني عصور اللي خرجوا هذه المساجد. كاين المساجد 68 مسجد في بروكسل و63 مسجد في أنتويربن وكاين بزاف. يعني احنا ماشي ضد المساجد، احنا راه مسلمين وكنصلي ونؤمن بالله تعالى يا بنادم صلى. المهم هذاك حاجه بينه وبين الله تعالى. القضية ديال المساجد اللي خرجوا راهم يجمعوا في الفلوس، هاد الناس ما رحموش الإنسان اللي حي، ما رحموش الإنسان اللي حي وكيجمعوا بنادم اللي ميت يجمعوا به الفلوس. واحد ميت علاش كيجمعوا عليه الفلوس؟ يعني ما كانش اللي يدافع عليه، مات السيد مات ما عادش يقول له راه داولي الحق ديالي. الناس اللي راها تموت في البلاد ما كيبغوش يجمعوا لهم. كان الأخ محمد عشير هذاك الفيديو غادي نسردها لك الخاص الاخ محمد عشير، تحياتي لك. تفضل سيدي عيسى. هذه الاخبار هذه راه انتشرت وراه كاينه في واحد القناه الفلانيه عاوتاني سردوها، قال لك الاموات نتاع الدوله الغربيه الديكتاتوريه كيف ما نقولوا لها احنا، قال لك راه يعني رفضت باش الاموات يرجعوا للبلاد ديالهم. مع العلم انا كنقول لهم لعنه الله عليكم يا ائمه الكفر، احنا ما كان نخافوا بالله تعالى علاش كنقولوا الكلمه ديال الحق؟ هذه البلاد فيها الميتيال، هذه البلاد فيها الحقوق نتاع الانسان، هذه البلاد لما الانسان راك عارف اخويا كريم كيف كاع الناس اللي هنا في اوروبا، يعني الدوله كتكفل لك بالموت ديالك.
واخا كان عندك الخدمه ديالك، واخا كان عندك الصالير ديالك، ومشيت عند الولاد تقول لهم ما عنديش باش ندفن الولد ديالي ولا خويا ولا الاب ديالي، هي هما كيتكلفوا بك 100%. هذاك الطعام وهذاك ديره من عندك، هذيك حاجه اخرى. بصح حشومه هاد الناس اللي كيجمعوا الفلوس في هاد اللحظه هذه. علاش؟ لحقاش قربوا لي فاكونس، الناس ما عادش تمشي فاكونس، الخلصان تاع الشهرين كتقرب، دائما كيجمعوا في الجوامع في المساجد، درك خصهم يخرجوا يجمعوا على برا، ماشي يقولوا يا محمد السادس واش راك دير في الشعب ديالك، يا محمد السادس شريف راك عذبته وراك قتلته وراك تحمته وراك، ما كيهضروش هذه الهضره، كيخرجوا ويقول لك نديروا واحد المقبره ابديه في هولندا ونجمعوا الفلوس جمعنا، ما يحشموش. راه العلامات ديال الساعه هي، شوف راه المرض فين ما ما كيتشراش، الفلوس ديال العالم كامل تخسرهم، ما تداويش هذا المرض هذا حتى تجي الساعه دياله. ولكن الانسان تجمعه في هذه الساعه هذه الفلوس على المقبره، بنادم فين كيقبروا، هضروا مع محمد السادس هو اللي قال لهم ما تصيفطوليش الاموات المغاربه، ما عندي ما ندير بهم، يبقاو تما مرض ماتوا خليوهم تما ما على بالوش. انا علاش كنقول هذه الهضره؟ لحقاش واحد الطائره سبيسيال نتاع طائره حربيه ملكيه مشات لونجلتير، دات له واحد السياره ديالو يصاوبها في لونجلتير، هذه اخبار موثوق بها كاينه سير انترنت. هذيك الطياره مشى صفت فيها سياره واحده باش تصاوب وترجع، واحد الشركه اسبانيه قالت له علاش ما دخلتش السياره ديال ديك السياره عندنا نصاوبوها، قال له خرج واحد الديوان ديال الملكي قال لهم راه خصها تمشي لا ميزون ديالها. يعني احنا علاش كنقولوا على هذا الشيء ديال الطياره على هذا الموت؟ يعني انت طوموبيل صيفطها باش لونجلتير الانجليز، والاموات ديال المغرب انت عندك الدوله المغربيه ما صيفط لهمش ديك الطياره، كاين واحد الطائره نتاع الذخائر، ديك الطائره نتاع الذخائر اللي كتجيب الماكله ولا كتفرق ولا كتجيب، كيما راه الدوله المغربيه راه عاونت تونس عاونت ليبيا، زعما راه عندهم لاباس عليهم والشعب كيموت، ديك الطائره تقدر تخصصها وتمشي تجيب لك الاموات ديالك الا بغيت. تونس متخصصه عاوتاني، تونس كترجع الدوله نتاع تونس راه ما كتقول لك لا جمع الفلوس لا حتى شي حاجه، هما كيتكلفوا لك فين ما راه شي تونسي مات كيجمع وكترجعوا للبلاد ديالو. تركيا الرئيس نتاع تركيا قال لهم مره في الاسبوع ديك الطائره اللي كتجيب الذخائر وهذيك واحد اللي كان معروفه كتمشي تجيب الاموات وكترجعهم. حنايا بنادم اللي ميت ما عندكوش، اللي ميت مات علاش ما يهضروش على اللي حي؟ الميت راه تكلف به الدولة، هضر على اللي حي، مو اللي مات ما عندك صافي، هذا راه بينه وبين دابا اللي الاخ خلفه. عيسى اسمح لي نرجع عليك، لحقاش كنديروا النقاش بيناتنا، نقدر نوقفك توقفني تجاوب عليا نجاوب عليك. دابا الاخ عيسى، دابا حنايا المغاربه ما نمش من الى متنا هنا ما نقدروش ندفنوا في البلاد ديالنا. دابا هاد الائمه واحد المساجد ديال بلجيكا والمساجد ديال هولندا جمعوا بيناتهم، قالوا لك سيدي راه درنا واحد المبادره كيجمعوا فيها الفلوس باش يشريوا واحد قطعه ارضيه حدا الحداده ديال بلجيك وهولندا، هولندا لحقاش بلجيكا ما تقدرش دير المقابر الابديه. دابا الاخ عيسى، كيفاش نشوفوا، كيفاش نقدروا حنايا نشوفوا هذا الشيء اللي دار من هذه القبال هذه المساجد، واش حاجه مزيانه ولا حاجه ماشي مزيانه؟ علاش لحقاش حنا البلاد ديالنا ما نقدروش ندفنوا فيها وغادي ندفنوا هنا؟ شنو تقدر تقولنا واش هاد الشيء اللي دارت هذه المساجد مزيان ولا ماشي مزيان؟ هي اخويا كريم المساجد اللي دارت، هي المساجد ماشي هي اللي الانسان اللي مكلف المسجد. حنا كنعرفوا المركز الاسلامي تاع بروكسل اللي كنعرف بيه انا شخصيا، كنعرفهم مغاربه عندهم مع النظام الملكي كتعطي لهم الخطبه القنصليه اللي كيفرقوها، فهمتني؟ حنايا اللي كيموتوا واللي كيهضر على الحق راه في الحبس، علاش ما يهضروش عليها اصحاب المساجد؟ هالطريقة نتاع الانسان اللي يموت، راني نقول لك مات في شي دولة وتدفن فيها، راه كيمشي الدولة نتاع المغرب راه تقدر ترجع الأموات ديالها. ديك الأئمة نتاع المساجد اللي تكلموا
على هذه النقطة اللي قلت أنت، هذوك الأئمة يقدروا يرفعوا واحد القرار ديريكت لمحمد السادس يقول له تكلف يرجعوا بالسيف عليك يرجعوا للبلاد. ما عندهاش لا لحقاش على علاش كنقولوا هذا الشيء هذا؟ لحقاش كيرجعوا في واحد الصندوق مشمع، ذاك الصندوق المشمع يعني ما عندوش الخطورة نهائيا باش ذاك المرض ينتشر، ذاك الوباء. كيمشي بواحد البروتوكول، داك الدفن فيه كم واحد، داك الدفن كيكون مبلع يعني ما كيقيسش شي واحد. ولكن حنايا واش تا واحد القضيه خصهم يجمعوا الفلوس، علاش حنا اي حاجه ما كاينش الخير غير هاكي؟ ما تقولش الدوله اللي عندها، نرجع لك واحد القضيه راه 450 مليون اورو راه تعطات تصرحت بها اليوم اللي خرجت بالصندوق الدول الاوروبي نتاع للمساعده نتاع حقوق نتاع كي سميتو نتاع كورونا، المرض نتاع كورونا في المغرب 450 مليون اورو، يعني راه 50 مليار. اي بهذاك الشيء هذاك تصيفط نقولوا حنايا غير اسبوع، مره في الاسبوع ترجع الاموات ديالك مشمعين تدفنهم اللي بغيت تدفن في البلاد. كان نعرف انا الناس هنايا تدفنوا هنا في بلجيك، عندهم مقبرات نتاع المسلمين كاينه في لياج، كاينه في كيما نقولوا في واحد المدينه في روسلار، كاينه في اونفيرس على برا كاينه. ولكن درك وصلت الساعه خصهم يخموا ويدبروا باش يجمعوا الفلوس. هذه القضيه نتاع الفلوس ما كاينش، هذه كلها هذه قال لك في يومين ولا ثلاث ايام جمعوا 200 الف فورو. علاش ما كيهضروش اخاي كريم على الناس اللي راها تموت في البلاد؟ علاش ما كيهضروش عليهم؟ حنا لاصقين كل مره خصهم يدبروا شي حاجه جديده، حنا راه ميدا بينا كل واحد فين السيد ما عيسى، غادي نرجعوا واحد لهذه النقطة دابا، نبقاو نركزوا على هذه القضية من بعد نرجعوا للبلاد. دابا الناس اللي كيخلصوا لاسورانس، دابا حنا انا هذاك لاسورانس ملي جا الحراك قطعته، كان هذاك الوقت التجاري انا قطعته ما بقيتش كنخلصه. شنو درت انا هنا في التأمين ديال هولندا؟ درت واحد التأمين يخص لي هاد المسألة. دابا اسيدي عيسى، الناس اللي كيخلصوا هاد التأمين شنو تقدر تقول لهم؟ دابا الدولة كتقول لك ارانا ما عندنا ما نديروا بكم، ما نقدروش ندير، ما غاديش غادي ندفنوكم في البلاد ديالكم. دابا شنو تقدر تقول لهذوك الناس اللي كيخلصوا دابا حاليا هذيك التأمين على هذيك الدولة الفثارية؟ هذاك التأمين هذاك انت كديرو لاسيرونس، واحد النوع ديال لاسمي، كيموت شي واحد كيمشيو معاك حتى العائلة ديالك واحد ولا زوج. هذاك كان بكري فوق الوفاء، وهذيك في بنك الوفاء في البنوك نتاع هذيك الدولة هذه. ولكن خص تعرف باللي البلاد نتاع المغرب من كتحصل ما كيعيدك حتى شي واحد. دروك ذاك التأمين يعني الدولة راه الوزارة، ذاك القرار راه خرج بالوزارة، والوزاره راه كنت عارفه شكون اللي كيحكم فيها. الوزاره هي اللي تخرجت قالت لهم الاموات نتاع المغرب ما يرجعوش، وانت ما كاينش، وصفتوا لهم واحد الرساله نتاع المسؤولين نتاع المركز الاسلامي، صفت لهم الرساله قال لهم اودي واش هاد الاموات هادو غيشوفوا لنا كيديروا الحل؟ قالوا لهم القرار جاي من الفوق، ما عندنا ما نديروا لكم ما يرجعوش. قالوا لهم راه هاد الشيء ما عندناش فيه النقاش، على داك الشيء هما راهم يشوفوا الحل. مقبرة أبدية خص دايما يجبروا واحد الكلمة أخويا كريم، أنت إلا داروا مقبرة أبدية راه الناس ماتت. هي إسبانيا تعمرت في واحد البلاصة أخويا كريم، تعمرت في إسبانيا واحد المقبرة، راهم يشوفوا يحلوا مقبرة أخرى. الدولة كانت تكلف كل شيء، راه مكلف ديك الدولة هذه. هذه القضية نتاع لا سيرونس وهذه، حنا أصلا أنا كانت عندي هذه البنك الشعبي قبل هذه شحال، ولكن من بدأ الحراك حبست كلش. لحقاش الثقة عارفها بلي ما كايناش، ما عرفاش تحصل ولا ما كاين حتى شي حاجة. سيدي عيسى تسمح لي في هذه القضية. شوف هذيك لاسورانس ماشي من الضرورة ديرو عند البنك ديال المغرب. كما قلت لك أنايا بداية الحراك، أنا عندي هنا لاسورانس في هولندا. هنا لاسورانس ديالك هذيك ديال هولندا أنا كنخلص شي 8 أورو في الشهر العائلة كاملة، واخا يدفنوا لك في البلاد ديالك يديروا لك التعويضات. دابا ماشي من الضروره، دابا حتى انا كنهضر على هولندا، على هولندا انا درت هذاك التأمين. كاين الاخ محمد اعشير، هو كيكون عنده المعلومات بزاف، هذا الاخ كنعرفوه مزيان. قال لك التأمين يعطي لكل شخص 3500 من اجل الدفن هنا، يعني وهذيك لاسورانس كيعطي تقدر يتكلف. يمكن هنا كتهضر الاخ محمد اعشير،
على هذاك الشيء اللي بغيت، هذيك النقطة اللي بغيت نقول لك، ماشي من الضرورة دير. أنا سحبته تضامنا مع الإخوان ديالنا في الريف، هذاك الفقرة والظلم. حنا قلنا هذه الدولة خصنا نشبروها فين نقدر نعطيو لها الحريق، يعني الفلوس. حنايا خصنا نديروا المقاطعة، ما نعطي لها لا الفلوس لا التأمين لا شي حاجة. بالخصوص هذاك التأمين نقدروا نديروا حتى من لاسورانس في الدولة فين كنعيشوا. قال لك الأخ عشير، واخا هذاك التأمين اللي كيخلصوا عليه خوتنا المغاربة، قال لك كيوفر لهم 3500 أورو للدفن. واه كريم، وتفضل يا سيدي عيسى. واه كتسمع لي هذه القضيه نتاع لاسينوس اللي قلت. حنا عندنا حتى هذه القضيه نتاع التامين في بلجيك، واخا ما عندكش اصلا لا تامين لا حتى شي حاجه، وكتمشي عند لوسيمي عند السوسيال، كتمشي عندهم يقول لهم عندي واحد ميت ما نقدرش ما عنديش باش نتكفل به، كيتكلفوا لك كامل البروتوكول نتاع الموت، كيتكلفوا لك بها لحقاش كل مره كتفوتها كتخلص عليها واحد لاسينوس، ولكن هما اللي يخلصوا عليها. علاش قلت لك هذه القضيه نتاع هذه الدوله نتاع فيتار هذه؟ قلت لك انا ديجا قلتها قبل، قلت لك غير تقطع عليها الفلوس، هما راه خصهم الفلوس باش هما كاين. دروك جات لهم هذه الفرصه خاي كريم نتاع كورونا، راك باش تشوف الرحمه ما كايناش. كورونا والمرض والمعتقلين في الحبس، نهضر لك على كلش، حنا كنهضروا على كلش، وكيجمعوا لك الفلوس دروك على الموتى، كيبروفيتيو حتى في الميتين. حنايا الميتين نورمال حنا نساعدوهم، وحنايا يعني نعاونو سيدي، ولكن حنا رانا عارفين باللي اوروبا، انت راك عارف باللي هولندا تقدر تكلف، عندك هذا القانون اللي قلت لي التامين رخيص. انا بلجيك عارفه باللي تمشي للوسيم ولا تمشي للسوسيال، انا عارف راسي واش طالع يقول، ماشي شي واحد خرج من المخ ولا هذاك، انا عارفين كيفاش يتمشي. ولكن يغيظني الحال يا اخي كريم من كتخرج لك من المسجد ويقول لك راني جمعت 200000 فورو، غدا ليه 400 الف اورو، وبعد غدا ليه 500 الف اورو. الميت ما عادش يجي عنده ويقول له فين درت ديك 200 الف اورو، قولها هو قال لك اناشد محمد السادس، علاه ما حناش؟ هذاك راه عنده الفلوس بزاف، هذاك عنده لو كان بغى راه ماشي يدير لك غير مقبره جماعيه، علاش حنا كنبقاو نجمعوا غير على بعضياتنا؟ هذه القضيه ديال الفلوس خصنا نحبسوها باي طريقه. اليوم عادي يقول لك مقبره اباديه، بعد غدا ليه ما عرفوش، سيقول لك ازاليه نتاع بكري، والله اعلم بعلمي. وها سيدي الكريم تفضل. الاخ الهندوس قال لك واش دخل معنا في الواتساب. الاخ الهندوس نقدر نصوني لك الميسنجر، نقدر نصوري لك الميسنجر اذا تدخل بغيتي دير معنا شي دردشه على ما يخص هذا الشيء. غادي ندخلك، نصبر شي 5 دقيقه غادي ندخلك بالميسنجر. كاين الاخ محمد عشير قال لك المشكل ليس في التامين ثمات، المشكل في النظام المجرم في الدوله الفقريه التي تفرض أدخال الأموات. صحيح ثومة عشير. هنا واحد الأخت قالت لك غير ما فهمتش علاش دابا المغرب رفض الدفن في المغرب، علاش رفض زعما ما يدفنوش المغاربة في المغرب؟ الإمكانيات ما كاينش أخويا كريم، كيفاش الإمكانيات؟ الإمكانيات والخوف، كيفاش نقولوا الإمكانيات؟ المغرب راه حاصل، راه حاصل دروك، راه عنده واحد الوباء راه كينتشر بكثرة، وخاف دروك راه كيسمع إسبانيا ماتوا فيه الناس والإيطالي مات فيه الناس والهي مات فيه الناس، راه يحاول ما أمكن، وراه ماشي هذاك هو الحل. شفتي واحد الدولة اللي كانت مبنية على الغش الخوف، اي حاجه كيسمعها كيقيسها الخوف، خصها تبلع. هي راه هي هذا الحل نتاع الموت، راه ماشي شي حاجه صعيبه. عندك الطائره اللي قلنا ديال الذخائر، وهذيك اللي كتمشي تهز السيارات كتصوبهم، وهذاك تمشي تجيب الموتى ديالك، راه الموتى ما كاينش 10000 ميت في النهار سي عبد الكريم، راه كان الموتى راه غير واحد النسبه قليله في اللي كتفرقها. ولكن حنايا ديراكتومو داروا هاد المساجد، يعني لورد تعطى بالمينيستر بالوزاره، يعني كيحبسوا، يعني باش تعرفوا علاش. لحقاش حنايا راه 15 مليون مغربي اللي خرج بديك الدوله، 3 مليون ديال الريف، 12 مليون الباقيين تاع المغرب، يعني دروك راه تعرف الا ولاو كاع دوك الناس، الا ولا واحد النصيب منهم راه حصله، حيين ولا ميتين راه حصله. لحقاش المغرب خصو دروك الفلوس، راه حاصل في واحد الحاله. دروك قلنا بهذه القضيه نتاع المساجد، واش
خويا كريم، انت الرأي ديالك، واحد المقبرة أبدية، شحال غادي تكون كاع كبيرة؟ شحال غادي تكون؟ غادي يديروها بين هولندا وبين بلجيكا، فين راها اسبانيا، فين راها فرنسا؟ علاش هذه القضية عندنا غير حنا في المغرب؟ ما كتسمعهاش اخاي كريم في الجزائر، ما كتسمعهاش في تونس، ما كتسمعهاش المصريين، كاين بزاف الاجناس، كاين الشيشانيين، كنعرف عندنا الكونتاكت مع الناس، واخا يديروا شي حاجه كيجمعوا بيناتهم، ما يسمع حتى شي واحد شي حاجه. حنايا المغرب ديريكت بالوزاره، خلي الميت ديالك ما عندهم ما يدي بهم حتى شي واحد. راني كيف قلت لك، الدوله التونسيه الوزاره متكلفه، الدوله متكلفه بالميت، واه كما شفنا الميت ما يدير لا الرئيس، اسيرونس لا والو. كي شفت هاد الرئيس ديال تركيا اردوغان، واخا ما كان بزاف د الحوايج ما كنتفقش معاه، ولكن تاني هاد المساله السيمانه اللي فاتت هو براسو، واحد الجثه مشات من هنا من هولندا، مشى براسو حتى هو دفنها تما في الاخر. المهم قال لك واحد الاخ يرخوا، قال لك التأمين في إسبانيا ب 9 أورو في الشهر، مزيانة هذه. قال لك محمد عشير، الأخ محمد عشير، هناك من طلب فقط بإرسال الجثة فقط، ويقوم أحد أفراد أهلها بدفنها هناك بالمغرب، لكن المجرمين رفضوا. قال لك زعما الأخ محمد عشير، فهمتي السؤال؟ فهمتي؟ قال لك زعما واحد العائله قالت لك غادي تكلف بها تم راسها بهذه الجثه، من بعد رفضت الدوله هذا الشيء. يعني حنا من كتشوف هاد الدوله رفضت هاد الشيء، انا الحاجه اللي كنت نستنى بهاد الائمه ديال المساجد عوض اخاي كريم باش يقولوا خصنا الفلوس ويجمعوا، ينوضوا ديريكت هما مع هاد الدوله، مالكو دايرين هكا؟ خليو الموتى ديالنا يرجعوا، خليو هكا. ولكن هما ما كيخاطبوش الوزاره، ما كيخاطبوش العاهل نتاع المملكه الديكتاتوريه، ما كي واش تا كيديروا؟ كيجبروا الغلب على الناس في هاد الوقيته هذه، كل واحد راه غيستنى الميت ديالو يرجعوا كيجبدوا بهم الفلوس، حرام عليهم. انا كنقولها لهم والله لا حرام عليهم اخويا، راه هذا الموضوع هذا راه كيكذب. واش الانسان ميت قدامك، ميت وكتزيد تجمع به الفلوس، راك تقدر تزير على الدوله، كاين شي بروتوكولات المساجد كما قلت لك 68 في بروكسل و63 في اونفيرس، وزيد عليها لياج وشارل وروا، الى حسبت راه كاينه حتى 200 وشي حاجه مسجد، الى ناضوا اجتمعوا وداروا واحد الرسالة عبر البرلمان الأوروبي للدولة المغربية بالسيف عليه يدخل الموتى للمغرب. كاين الطائرات نتاع يقولوا بحال كيما نقولوا حنا، هذا 450 مليون أورو اللي تعطات نتاع كورونا، كتخص واحد غير واحد شوية لهاد الموتى هادو، كيرجعوهم سيدي عيسى. كيفاش باش قلت واحد النقطة مهمة عجبتني بزاف، لحقاش انت يا قلتي هاد المساجد علاش ما داروش نداء الاتحاد الاوروبي ومشاو دغيا دغيا كيجريو يجمعوا الفلوس، يقولوا لك باش نشريو قطع ارضيه. هذه هي اللي قلت لك انايا، قلت لك يعني مشاو يجريو الضغط على من كيكون. حنايا غادي نقولها لك بواحد الطريقه اللي كيفهموها دوك الائمه ديال الكوفه، وتبارك الله راه كاين لا يقولون للظالم لماذا تظلم، والمظلوم لماذا تبكي. كيمشيو عند المظلوم يقولوا له مالك تبكي، نفهمها لك لحقاش كاين الناس يقولوا له مالك تبكي، وما كيمشيوش عند الظالم يقول له علاش راك تظلم في الناس، هذه ما كايناش. كيمشي غير عند المظلوم، مالك تبكي، مالك هكا، واش نجيبوا لك هكا، او دير هكا، لا، روح عند هذاك اللي راه يضربه، هذاك اللي راه طايح عليه بالعمود. لحقاش قلت لك النهار فاش كان قطعوا الفلوس، حنايا المساجد هما درك راح حصلوا المساجد، خصهم الفلوس، خصهم يجمعوا الفلوس. هو في التالي قال لك العاهل نتاع المغرب، قال لك حنايا كنناشدوا ملك البلاد، ما يعرفوش باللي الملك لله، ما يعرفوش باللي محمد السادس راه قال لهم جدي رسول الله. حنا بلا ما كنمشيو غير، علاش ما ينوضوش ويهضروا مع هذا العاهل نتاع البلاد، او دير رجعوا لنا الموتى ديالنا، يديروا عليهم الضغط؟ لا، ما يقدروش. لحقاش المسؤولين تاع المساجد، انا كنقول لك اللي كاين في اوروبا الاغلبيين مغاربه، المركز الاسلامي تاع بروكسل، المركز الاسلامي تاع باري تاع فرنسا، المركز الاسلامي كاين في هولندا، كاين اللي فيه ما عرفوش شي عناصر فيهم، ولكن الاغلب مغاربه اللي قابضينهم، يعني لوردر مين كيخرج من عندهم
كيخرج هما باش قابضين الشعب، الشعب كامل عاوتاني في الدوله المغربيه باش قابضينه، قابضينه بالمساجد بالائمه. ائمه علاش؟ واش صاحب لك الله تعالى خرج هذه الساعه المساجد خوا؟ الله تعالى وخرجنا بالمساجد، لحقاش الكلمه ديال الحق ما ولاتش تقول فيها. وهكيك الانسان ما شافش وخرج، وخرج باوديو على برا وكيجمعوا الفلوس. تبقى فيك الحال اخويا كريم، وتفضل اسيدي كريم. أرانا مع هنايا معنا الأخ عبد السلام من كاتالونيا، واحد التحية عالية للأخ عبد السلام وأحرار كاتالونيا. لحقاش درتو، تحية عالية لحقاش للأخ عبد درتو واحد السلام. المبادرة هذه فاتت، وقفوا مع شي محتاجين، الله ينصركم، الله يكثر من مثالكم. سيدي عيسى دابا غادي ندخلوا الأخ الهندوز، غادي نتصل به يدير شوية المداخلة ديالو، غادي نديروا شي دردشة نشوفو. الأخ الهندوز راني كنصوني لك. السلام عليكم. استنى نشوف سيدي عيسى السي الهندوز شارك وعلى معنا في المباشر، اسمح لي. تسمح لي واحد دقيقة الأخ الهندوز. وكتسمعني ولكن في اللايف ما كنسمعوكش، تسمح لي واحد دقيقة. الهندوس كتسمع لي؟ يعطينا واحد دقيقة الله يخليك. تحية عالية عبد السلامة كاتالون. الأخ الهندوس إلا بغيتي العملية ما نجحتش، إلا بغيتي تطلع معنا في كيفاش كنطلعوا دائما، أنا غادي نعيط لك عبر الوسيلة الأخرى. المهم، مسامحة المشاهدين الكرام، كنا نحاول ندخلو الأخ الهندوز ولكن تاني ما كتبتش، يمكن غادي نطلعو معانا هنا في الشاشة. المهم، سيدي عيسى غادي نكملو على الموضوع ديالنا. دابا هاد المبادرة اللي دارت من طرف هاد المساجد، الأخ عيسى كي كتشوفها أنت، مزيانة ولا ماشي مزيانة؟ على حقاش لحقاش دابا حنايا الا ما نقدروش ندفنوه في البلاد ديالنا، غادي ندفنوه هنا. كيفاش كتشوف انت هذه المبادرة الاخ عيسى؟ الأرض الله تعالى حنايا تخلقنا في واحد الكرة في الأرض، مذكورة الأرض في القرآن، كاين الأرض، حنا في الأرض. الأرض راه فين موامت، فين موامت كتدفن كتولي للتراب، ما نقولوش. وكل واحد كيتشبت يبغي يتدفن في البلاد ديالو، هذاك حر في القرارات ديالو. يعني كل واحد إلا بغى يموت هنا قلت له براسو، كل واحد فين بغى. هذا القرار هذا اللي قلت لك انا ما بغيتش، علاش؟ نقولوا غير منطقيين، علاش ديريكت هما خرجوا اخاي كريم، خرجوا يجمعوا الفلوس؟ علاش؟ علاش خرجتوا عند الفلوس ديريكت؟ علاش ما خرجتوش عند الدولة اللي حاصرتكم؟ انتوما عندكم، راني قلت لك عطيت لك الاحصائيات نتاع المساجد مش حال كاينين، نعطي لك المركز الاسلامي اللي مسؤولين عليه، جماعة العدل والإحسان هما اللي قاضينه، ما كيهضروش، كيقول لك كل مرة هذه العدالة والتنمية، دروك العدل والإحسان هما اللي راهم قاضين. دروك هذه المساجد عندك تاع الطاري ونتاع هذو اللي كيخرجوا حتى الورقة نتاع الصلاة كتخرج من عندهم، ولكن علاش ما كيخرجوش ديريكتوم للدولة؟ علاش ما ك... ها هي داروا أوديو وياك،
واش طالبوا الدولة قالوا لهم واش راكم ديروا، اللهم إن هذا منكر رجعوا لنا الموتى ديالنا ديروا، ما هدروش هذه الهضرة. الكلمة اللي قالوها ما داروش، ما اتخذوش القرارات. هما عندهم اللجان قوية، عندهم الفلوس، عندهم تعرف شحال الفلوس في البنك، كاين اللي كيجمعوا يومين، هو يومين 3 أيام جمعوا 200,000 أورو. يعني تكون عندك القوة تهضر حتى عند البرلمان، تصيفط واحد الرسالة وكتصيفطها، كاين بالبروتوكول، كاين اللغات ديالهم اللي كيهضر كل هاد الدول. هما لا، مشاو ديريكت، هما خصنا الفلوس، خصنا نجمعوا، خصنا نديروا هكا، راه خصنا بنادم راه يموت. هذه هي اللي كنشوفها أخويا كريم، هذه هي القراءة ديالي اللي كنشوفها. وتحية عالية للأخ الهندوز أخويا كريم اه وجميع الأحرار. ودابا ما كتشوفهاش انت مشكلة السعيسة؟ دابا بنادم يموت هنا وما يقدرش يمشي للبلاد ديالو، علاش؟ لحقاش راه تما بنادم. دابا نعطيلك المعنى، دابا انا لا مت، انا من الاحسن بغيت نموت حدا العائلة ديالي. المعنى دابا انا نلقاها مشكلة، يمكن يكون شي واحد ما يلقاهاش مشكلة، ولكن تاني نلقاها المشكلة. اش من الحل لهذا الشيء دابا الاخ عيسى؟ ارى دابا هاد المساجد، دابا هاد المساجد ارى نعم سيدي قالوا لك، ارى كتبنا واحد الميساج لملك البلاد، والملك البلاد قال لك اسيدي ما نسوقش لهذا الشيء. هي كما نقولوا حنايا، بلا ما نقولوا السلطه اللي الفوق، ولا محمد السادس ما صالحش، دوك ما صالح حتى في شي حاجه. راك من كتشوف درك لهذه الحاله هذه، واش المساجد ما واش كاين شي امام خرج بشي تصريح يقول له واش تراك دير؟ واش كاين؟ انا نقول لك على الاصل ديالي، يقول لك شي واحد مات ولا، والله العظيم انا نعطي التصريح ديالي اللي كنعرف، والله ويدفنوك في مكه رفيع قدام القبر تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا مسؤول على الكلمة اللي نقول، يدفنوك تما قدام، والله العمل ديالك اللي كاين نفعك. لحقاش إلا كان عندك الفلوس بحال هذاك الملك نتاع مكة، هذاك بن سلمان، بحال كاع اللي عندهم الفلوس يقدروا يتدفنوا فين بغاو، ولكن العمل ديالك أنا أصلا والله فين ما خرجت هذه النفس الله يجعلها تما تدفن، ما عنديش مشكل، ما عنديش مشكل فين تدفن، ولكن الكلمه اللي كنقولها على من راني عايش. لحقاش من تموت يقدروا يهزوك يديوك لاي بلاصه، ما راه على بالكش، ولكن نفسيه الانسان راه العمل ديالو هو اللي كينفع. انا كنعطيها الشهاده ديالي اللي كنعرفها، راه والله تدفن فين ما تدفن، راه الحاجه اللي كتوقع لك، راه الانسان العمل ديالو اللي كيهضر على الحق. انا اللي كيبان لي يقول لك شي واحد العذاب نتاع القبر ولا هذيك، احنا رانا العذاب رانا فيه في هذه الدنيا هذه اللي كنشوفوا دروك نهضروا على الحق اخويا كريم. ما الساعه نتاع الموت، الساعه فاش غادي تجي هذو اللي بغاو يمشيو ويرجعوا للبلاد ديالهم، وهاد المساجد وهاد الائمه اللي بقى فيهم الحال، وضو حيحوا وهضروا على محمد السادس، قول له اجمع راسك من تما، واش هاد الشيء ولا نقلعوك من تما انت يا تما، شي واحد يرجع لنا الموتى ديالنا. علاش طايحين غير على المسكين؟ اعطيني الفلوس، اعطيني الفلوس، اعطيني الفلوس ندفنوك، وعادي تمشي وتدفن في بلادك وتولي الاخ. واش تما اللي كاين الجنه ولا زعما اللي تدفن تما؟ اخصهم الفلوس، هما غير يعطي لهم الفلوس، ما يعقلوا حتى على شي واحد اخويا كريم. هذه هي قال لك اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، كيشتروا كيبيعوا كلش، كيبيعوا الدين القران ولاو يبيعوه، كيديروا ديك الرقيه الشرعيه وكيديروا. حنا ما علاش القران راه استلغاء، كتقرا راه انصات، يقرا في سكن الليل راه انصات، وحنا ولاو يبيعوا كلش. نوض هضر مع هذا عاهل البلاد اللي راه يتمشى بجيت سكي، وانت يا كتقول له امير المؤمنين، هادو هما اللي الهضره ديال المعقول، قول له اجمع راسك من تما، خلي الناس اللي ميته تمشي تنعس في بلاصتها، ما رحمتوش الميتين. هذه هي الهضرة ديالي أخويا كريم، واستسمح. دابا كاين واحد السؤال من اخ محمد دقلوش، مسامحة الاخ ديالي ما رديتش في الوقت على السؤال ديالك. قال لك السؤال المطروح اخي عبد الكريم، المهم السؤال موجه ليك الاخ عيسى، قال لك الجالية بإمكانها شراء الارض للدفن، واش هذا الشيء ممكن ولا ماشي ممكن الاخ عيسى؟ كي كتشوف انت، ولا ما عارفش حنايا غادي نجيبوا المعلومات وغادي نخصو شي حلقة خاصة على هذا السؤال اللي طرح الأخ ديالي. علاش؟ أنا كنشوفه واحد السؤال مهم بزاف بزاف. نعاود لك، قالك السؤال المطروح، هل الجالية بإمكانها
شراء الأرض للدفن. هي انت راك حر، راك في البلاد نتاع حقوق الانسان، بغيت تشري ودير واحد الجمعيه وتدفن هذيك. انا كنعرف الناس، قلت لك علي كنعرف الناس اختاروا يموتوا، ماتوا هنايا ماشي اختاروا يموتوا، يعني وصلت الساعه ديالهم تدفن وراهم مدفونين في الياج. ونعرف واحد استاذ كان بوليسي بعد هنايا في بلجيك، هو راه مدفون في واحد المدينه في روسلار، وكاين تما ديك الجهه دايرينها ديال المسلمين بوحدهم. بصح الا بغى شي واحد هذيك ابديه ولا هذه ما نعرف، راه يقدر يسول، يعني كاينه في واحد الجهه نتاع هولندا تقدر، هذه فعلا تقدر تشري، هذه تقدر تشري، راه اي بلاد تقدر تشري الارض وكدير لوتوريزاسيون كتدفن. ولكن حنا رانا نجاوبو، يعني الانسان الا بغى يتدفن قدام الوالدين ديالو ولا الوالدين ديالو في البلاد ولا في الريف ولا في مناطق اخرى وجزازات، ولا هذيك القضية نتاع الدفن يعني ما فيها حتى شي مشكل، غير الدولة راها كتعكس ضرب حبس لنا، ولكن حنايا ما عندناش اللي يهضر، ما كانش اللي يتكلم. لو كان كل شيء كتخرجوا وديروا الفيديوهات نعلو عليكم الشيطان واش سهل الشهادة، هذه تشوفوا واش سيتحرك. علاش عطيو المثال بالدول الاخرين، علاش تركيا؟ قولوا لهم علاش تركيا كتهز الموتى ديالهم؟ حنايا ماشي بشر؟ حنايا نبقاو نتقاتلوا، شري الارض ما تشري الارض ما كيلهيونا، يلهيونا نبقاو لاهيين غير في واحد الحاجه، شكون غادي يتكلف؟ هذه الا بغى يدير الجمعيه شي واحد يشري الارض، ولكن بلا ما تعطيو، انا نقول لك بلا ما تعطيو هاد الائمه نتاع المساجد ديروا بيناتهم، الا كاين ناس احرار وهذا كيشريو ويتدفنوا فين بغاو. هذه هي يعني الكلمه ممكن ديالي خويا بنادم كريم. يشري شي قطعة أرضية يدفن فيها، ولكن تاني واش هاد بنادم إلا شرى شي مجموعة، نقولوا 10 20 50 100 الناس تجمعوا شراو شي قطعة أرضية يدفنوا فيها العائلة ديالهم، ولا واش هاد الشيء هاد المقابر ديال أبدية ولا مؤقتة، ولا كيفاش الأخ عيسى؟ هي اخويا كريم، حنايا رانا في الدوله الاوروبيه، واخا هي مع كاين لينيو اوروبيه، كل دوله عندها القانون ديالها. حنا الدراسات ديالنا وهذاك، يعني نقدر نقول لك في الجهه ديالها واش تيوقع. حنايا بحال كاين واحد الجهه يدفنوا فيها المسلمين، واحد الجهه يعني الكاثوليك، وهذيك الا بغى شي واحد يعني على حساب الجهه ديالو والمنطقه فاش كيسكن، كيمشي لاكومين، يمشي لاكومين المقاطعه ديالهم، وكيسول كيعطيو له داك التفاصيل. وانا اظن ما فيها حتى شي صعوبات، غير واش هو خص يكونوا الناس بزاف، ما عادش يقدروا يديروا لهم واحد المقبره ل 10 ديال الناس ولا 20 واحد، يعني على حساب الناس شحال كاينين في دوك الجمعيه، ولا كتعطي لهم المنطقه شحال فيها نتاع الجاليه وهذيك، يعني قروا باش يبقاو هنا في هذه البلاد هذه واخا حتى ماتوا. الله أخويا كريم. واخا، المهم الاخ عيسى كنشكرك بزاف على حقاش هذه المعلومات مهمه يا طاس، انت شفتي هذاك الفيديو سردتيها لي، تفرجنا فيه قبيله مع الاخوان، زعما كنشكرك بزاف على هذه المهمه، وكنتمنى بلي عطيتي الجواب الاخ محمد اغلوش. واخا ننتقلوا لواحد الموضوع اخر الاخ عيسى، كما شفنا مؤخرا غير في هذه الايام القليله شفنا النظام كيجيب الائمه كيجربهم في الشوارع كيخاطبوا الناس، يمكن انت شفتي هذه القضيه ياك الاخ عيسى؟ واه كيخاطبوهم، يعني في أي نطاق؟ ودابا شنو تقدر انت تقول لنا على هذا الشيء؟ دابا السياسه كيدخلوا فيها الدين، المهم كل شيء في هذيك الدولة اللي مسمية المغرب كيدخلوا لك فيها الدين، مع العلم كاين شي مسائل ما يحتاج كاع تدخل فيهم الدين. مؤخرا قلت لك شفنا هذوك البوليس كيديو معاهم شي الفقيه كيمشي كيخاطب الناس، شنو تقدر تقولنا على هذه القضية الأخ عيسى؟ كاين واش عادي نقول لك يا اخي كريم، كيما من تبغي تسيق الدروج كي قالت لك وحده سيقهم بالفوق، من كتشوف واحد البلاد فيها امير المؤمنين كيدير هاد الفضايح هادو، وكيجيو هادوك الدوله نتاع المغرب، الشعب شكون اللي كيسكتوه؟ كيسكتوا الائمه،
المغرب فيه 62 ألف جامعة رسمية، اللي 62 ألف مسجد كتخرج التزكية الملكية. التزكية الملكية ما تعطالكش إلا بغيت دير الحانوت ولا بغيت دير شي مشروع في الريف، ما يعطيها لكش، كيعطيك التزكية الملكية إلا بغيت دير شي مسجد، ويجيبوا لك الإمام هما اللي بغاو، والإمام هذا من عادي يهضر معاك يقول لك الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده، عادي يبقى يحكي لك، عادي يسكتك بهذيك يعني داك الشيء اللي عارف، انت عادي تقول له راني هنا مع واحد العالم. هما كيبلعوهم بالائمه، لحقاش الناس كتضل في المساجد. احنا ماشي كونتر المساجد كما قلنا لكم، المسجد راح كنشوف انا واش تا كيقول الانسان، واش تا كيقول داك الامام، داك اللي كيخرج مع المخزن وكيتمشى معاهم، يقول دوك المخزن ما تسقلوش للناس، ما تضربوش عباد الله، اعطيو للناس ما ياكلوا. ولكن هما كما قلت لك يمشيو عند المظلوم، يمشيو عند اللي عند الشارع، دخل للدار او دير ما عنده ما ياكل، كيفاش غادي يدخل للدار؟ انت داير السلطه، ولكن درك راه كل شيء تفضح اخي كريم. هاد الائمه اللي كيتمشاو، هذوك اللي دايرين اللحيه هكا، دايرين اللحيه طويله، هذوك غير ديال الجميع ديال الفلوس، راه اللي كيهضر الكلمه ديال الحق راه في الحبس، هما المختطفين، هذوك هما اللي خصهم يتمشاو في الزنقه، هذوك هما اللي يخليهم يهضروا، هذوك هما اللي يقولوا الكلمه ديال الحق. مو هذوك حاشاك، هذوك الكلاب، هذوك اللي كيدوروا ويبقاو يقولوا للناس دخلوا، ويبقى يسقل لعباد الله، هذوك ما يستاهلوش، هذوك هما اللي خصهم الحبس. هذه هي الهضره ديال المعقول اللي كنقول ها، وكنقولها للعالم كامل، وكنفتخر بها. الاسود اللي راهم في الاحباسات، هذوك هما اللي خصهم يتمشاو في الزنوق، هذوك هما اللي الناس عادي يسمعوا لهم، كيقولوا لهم دخلوا اخوتي، وكيديروا لهم المانضات ديالهم والخلصه ديالهم، بغاو لهم السبيطارات وبغاو لهم كلش. علاش اوروبا كيدخلوا الناس؟ علاش انا راني في الدار ديالي علاش ندخل؟ حيت موفره لي الحقوق، موفره لي الحقوق نتاع الانسان، المصروف ديالك عندك، الكونت كيدخل لك في البنك، الحاجه اللي بغيتها. انا نستنى واحد الامام عادي يجي ويقول لي، بقى ينصحني ويقول لي راه لا خير، يا ودي راه الكلمه ديال الحق، اللي يقول لك الكلمه ديال الحق راه في الحبس، المخزن قبضوا وداروا في الحبس. خص تعرف راه المخزن الا تمشى مع شي واحد راه صافي، عنده المصلحه ديالو تما يقضيها. ما الا ولينا هاد الائمه ديال الكفر اللي كنقول لك، عندنا حنايا 132 مره سيدنا موسى، راه 132 مره مذكور في القران، سيدنا ابراهيم 64 مره هو مذكور في القران، سيدنا نوح عندك 43 مره مذكور في القران، عندك واش نقول لك، راه عندك واحد اللائحه طويله طويله بزاف، عندك ذلك كيف اليسع، عندك داود، سليمان، عندك الأنبياء والمرسلين، كاين اللي مذكورين وكاين اللي ما مذكورينش. كل شيء علاش جاو؟ علاش حنا قلت لك كنهضروا على كلش، علاش جاو هاد الأنبياء والمرسلين؟ كاين يعقوب، كاين إسحاق، الأصوات، عيسى، هارون، كاين المهم اللائحة طويلة، يهضروا على الحق، كيشوفوا المنكر كبر بزاف. وكاين علاش كاين نقول لك هاد الشيء هذا، يعني هادو اللي خرجوا هاد الائمه راه كيشوفوا في القران، كيقراو في القران باللي الحق خص يهضروا على الحق. ولكن الا انت عارف باللي الحق راه في الحبس، واللي كيغتصب عباد الله راه على برا، هذاك ماشي حق، هذاك هذاك ماشي حق اخي كريم. وهذه هي هو التدخل. سيدي عيسى، بشحال قلتي من مسجد تما في المغرب؟ 62 ألف مسجد اللي معترفة به الدولة، اللي كتوصل له التزكية الملكية، كتوصل التزكية الملكية للمسجد. غير دير، نقول لك واحد الحاجة، دير واحد البلاكة فيها مسجد عادي يتبنى بوحده، هما يقول لك يتبنى بوحده، علاش؟ لوتوريزاسيون، القانون كيعطيه لك، كيخرج من الأرض من القصر، محمد السادس يقول لك نعطيه التزكية للمساجد، علاش غادي يعطيه له؟ لحقاش عارف هذيك الجهة عاوتاني غادي يسكتوا الناس، بس غادي تمشي. انا كنعرف السيد مشى بغى يدير مشروع في الحسيمه، قالوا له تمشي للداخل دير اللي بغيت، قال له بصح المشروع هنا ديرو في الحسيمه ما كاينش، قال له روح لهين نعطيو لك الارض غراتويت باطل، قال له بصح هنايا ما ديرش. هاد المساجد هذه اللي قلت لك علاش كرجعوا 62 الف مسجد اللي داروها في المغرب، باش يبلعوا الناس. ها هي دروك راح يحصلوا معاهم، يقولوا لهم غير راهم عادي تموت، عادي تزوج 70 زوجه، عادي تبقى دير كل زوجه بحال اللي نعست معاها 70 سنه، وكيدخلوك في واحد العالم انت ما شايفوش، وانت راك تمشى في الظلام هنا. واه سيدي حنا كنامنوا بالاخره، حنا راه مؤمنين، كنامنوا بالله تعالى، ولكن كنامن حتى بالدروك، نامن واش تراني ندير، ما نقتلش عباد الله، ما نغتصبش عباد الله، ما نكذبش الزفزافيه انا ونقلع له الكسوه اللي كيهضر على الحق،
ملي نهضر على السبيطارات، واش اللي خص ضرب؟ واش اللي ينفع؟ مساجد دوك 62000 مسجد، ولا واحد 200 مستشفى بالقوام ديالها؟ واش كنقولوا؟ واش هذه ماشي هضره ديال المعقول؟ حنا راه هذه هي، حنا كيقول لك مين يجي عاد يهضر يقول لك عاد رئيس لجنه القدس. وانا راه ديجا قلتها للناس، راه خص تعرفوا حنا ماشي الغرض ديالنا فلسطين ولا هذيك، نهضروا رئيس لجنه القدس محمد السادس فلسطيني ممنوع يدخل المغرب في القانون تاع المغرب، ممنوع. ما عمرو تسمع شي واحد يقول لك شي فلسطيني فات المغرب. بصح اليهودي اسرائيلي راه على جنب، اندريز ازولاي الصويره عامره، الصويره عامره عندك واحد الخبر عاد خرج اليوم مع 8:30 تاع العشيه، واحد الحفله يهوديه تصابت فيها 16 حاله نتاع الكورونا. حنا ماشي ضد ليكم، انا نقول لك على النظام هذا اللي يقول متصهين، وحنا ماشي نقولوا ضد هذوك الناس اليهود، احنا انسانيين، بغى يكون يهودي بغى يكون كاثوليك بغى يكون ليكون. ولكن اخويا الا تقتل فيا وتقول لي انايا لا راه ماشي انا الاخرين، هي واحد الحفله نتاع اليهود سميتها بوريم، بوريم دارت البارح يا ربي ولا في الدار البيضاء هاد الحفلة، يعني باش غير كتشوف الفرق اللي يقول لك لجنة القدس في الدار البيضاء فين يسكن محمد السادس بعيدة عليه واحد 20 كيلومتر تما، داروا حفلة 16 واحد تقاس بهاد المرض نتاع كورونا وراه دخلوهم، ما مشى عندهم لا مخزن، قال لهم واش راكو ديروا تما لوتوريزاسيون ديال المخزن. بهذا نقول لك لمحمد السادس هاد الدولة هذه اللي قلت لك انت على المخزن، علاش ما يمشيوش دوك الأئمة يقولوا لهم الصهاينة اليهود كما يقولوا في هذا كيف في المساجد يمشيو عندهم يقولوا لهم واش راكو ديروا؟ لا لحقاش محميين، ولكن الشعب اللي راه يموت اللي ما عندوش الماكلة راه مسكين، راه في الدار ديالو واحد راه جاي في راسه هذه الثروة ولا كاتجور 3 أيام ولا 4 أيام جاي في راسه مسكين في الدار ما عنده ما ياكل. تفضل أخي منكر كريم. هذا. واخا السيدي عيسى، قبل ما نمشيو للموضوع اخر، كندير واحد المناشده للاخوان، راه كاين 203 الناس كيتفرجوا، 205، كان واحد النداء انساني. نقولها بالريفيه يمكن من بعد نعاود لها بالعربيه. أنا فهمت. لا على خاطرك، غير خليها بريفية حتى أنا لا راك لا تعرف يعفو أخويا لا كريم. يعفو زيد ايثما سويثما مش تغنيغ بسنة يعذان أعظمك يجي القناة اليوتيوب، القناة ني اليوتيوب ماشي أعظم في خفينو باش ازي ستيف دغنش. ثاني تاتي القناة يان اليوتيوب هي ثما سويثما كسيخت كمبادرة المدخول يدغي تدفن هذي طرح غا المحتاجين ذياري فنا بالأخص سطان إثم غارين ني ويزمان ني غي إثم غارين إنو مغار رخومين جاي ثما سويثما القناة ني عراين أتاوض غوارف ذي 600. الله يرحم لكم الوالدين يا يسمح النو تسوي يسمح النو روح ثغى القناة يا ثاني تاتيت قمس جيم قيمنا نغ 400 يوذان. اسمني القناة أقبين قليخ داني تاتيت ذي الكومنتير ثاني تاتيت أزيس نفع سويث ما ثنغ إجان ذيارن تسمى نساتة ما يثمى تسويث ما. الله يرحمكم الوالدين روحم قماس الإعجاب القناة يا ثاني تاتيت، القناة يا ثاني تاتي تيث ما سويث ما أتنفع عارفنا بالأخص رميت جرخو الحالية من كورونا فيروس خمي غي إن شاء الله الوباء أواني تاتيت، وخا عدا الوباء أواني تاتيت المدخول نتا في تاتي تحغى المحتاجين ني أتقيم القناة يا ثاني تاتيت دعامة يثمثنا سويث ماثنا ذي ني ذي عارف رمعنا شان يجني خصديك شان المشروع زمات أثنكزي القناة ني من ما تسمى إج القناة تنفع أعرف شو من قاغية ما سويت ما ستما قمنا نغاب عمياني وذان أتفق عن غير المدخول إزي زما أنعاون بالأخص سويت ما ثنغ إجان دياري. والقناة ثانية تتتايت ما سويت ما وتجبو ذيس شذيح النير نغدقني تسمى شل مهزلة، لا وإنما إج القناة عاود سوار خل معاناة نريفيين، سوار في المعاناة العائلة تنسن، سوار خين كراف النغ إجان حاليا دي السجون الذل والعار شو من ذوم قاغية ثم ترتياما قيقت خاس الإعلان تغات ذي ترتمية الخوثي وذ 600 وذيج الإنجاز ضام قران تقاذيك كني وطاس عارفي تقاذيك كني وطاس يا إثمات سويثما
اكني وحفظ الله تعالى ولك تاني الخو يخصنا 400 يوذان 400 يوذان ما رنسيو ذي تيد ذي يومين ترتيام حسن زي ما رنعطى شهر نغ شهرين من الظرفية يا ثاني تاتيت تحواج لنا اي ثماثنا بالاخصة الامهاتنا ما ركامش نزرى السنة يا يعذان نزار الامهاتنا ثم غارين ترون تيد ناش قد دولة تسمح ذينا ناش سيدي قا اثم غاثو ذرين ماش الجان خص الجوع واسما من قاغية ثما سويثما نشين يخصوان تشيري شخ الدولايا ما يمي بالاخصة نشيني ريفيين عماس وان تشير خد دولايا مش نناي ثما ثنختار العيش الكريم تاع نخدم تاع سبيطارات انت حواجه نهارا 20 سنه نحبس ظلما وعدوانا شو من قاغيه يسمع حنو تسوي يسمع حنو بالاخص تنشيني لي فيني تواجد نذاني تاتي في اوروبا ان بتخاري فيني النق اثنعاون ماديا معنويا ما هو كيسن بدايه ثما تسوي ثما كاري فيني النق قاتف هذا نخكسين المظلومين هذا نخكسين المافياتا العصابات هذا مخكسين عارف النق هذا سيرا مش خصن مع العلم مش ثم ما فني ضحى خاسر جذوذ النق سي ذم من سن شمن قاغيه ما سويت ما يخصن بدي تخاري فني باش وضن غير ترحش زك في السن ونش سنق ذني حارين تحارين النق واسمح نشذي يعرف النق وزم ما ذي سنسمح ولولا على حساب حياتنا ثني الطماث النق مش النق موت نخزني جذوذ النق ضحى نخاس دماء انسن وانت جيبو المظلومين وتجيبو يتانا هذا الغسيطان خماهن نشينا من قيم نساهم ذي النشا المعاونة نعاون الزيس نساهمة نعاون منايا من مذو مقاغ منايا بسنا يعذان تصل مسكيناج الأم 60 سنة تعيش ذي القارج يثمحنو وقسم بالله العالي العظيم ما رزريم الحالة اني ذي تعيش توسم ما يورث لها تصل نشقيغ ذي جنس السباب تصل أربعة نجمو عن سويت ماثن قبل أخصة سويت ماثن زي كاتالونيا ذي ثماثن غي جن ذي كاتالونيا إنا ذي حراكيين يعز خسنا عريف نسن تبوهلون مخاريف نسن كان بدن أكثر مغاثة ثاني تاتيت عاون انتث ما يمي واني تاتيت للواجب النق من خسدين غي ثما سويت ما مشي نمرث بدغان قشن الأم أكي سنبد وذي سنسمح شا أقن صفاح نهاريج الأم وغاس بوايز غاس رفي حنجان تعيش ذي القارج نهارة تعيش ذي القارج بفضلنا نهارة يمكن أغسيري السكن النس شو من قاقية ثما سويت ما روح مغا اليوتيوب القناية قمنا نغس ذيني 400 يوذان خميغة ثو ذارف إن شاء الله هي ثما سويت ما أتف القناة ثاني تاتيت أتيري نعرف أزي سنعاو نعرفنا المحتاجين ولما لا أتفن تقزيس المشاريع إيه ثماثنا شو من قا نش المبادرة يكسي اختث سبيل الريفة إيه ثماثنا وش هذ مانايا مسامحة سيدي عيسى كنت كنهضر على هذه القناة رابط القناة راه تما بينجليتو لتحت هذا فضلا وليس أمرا هذا الشيء كيخص الريف الحبيب دابا سيدي عيسى كما كنشوفوا مؤخرا دولة قلت لك نعم سيدي مهم قبل ما ندخل في الاخر في هذا الموضوع الاخ عيسى كنشكر كل شيء الاخوان ديالنا لا سواء في الداخل ولا الخارج اليوم شفنا عزي احمد هذاك التبصير باش كان كيتنطن ام غارونا نصير الزفزاف هذيك كانت واحد الاشاره حنا فهمناها كنشكر جميع الاخوان اللي داروا هذه الطنطانه مع التسعه انا درتها مع التسعه وثلاثه دقائق خرجت هنا للجرده بديت صدعت واحد دقيقه ولا جوج صدعت الجيران في سبيل الريف كنشكر زعما اللي بغيت نقول اللي كان تكون شي حاجه كان 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 كنتجمعوا عليها كتكون واحد القوة كان واحد الحاجة مزيانة كنشكر جميع الإخوة مؤخرا كنشوف الأخ عيسى كنشوف بزاف الناس وبالأخص الأمهات ديالنا اللي كبار في السن دولة قالت لهم سيروا دخلوا للدار جوعاتهم ما لقوا ما ياكلوا بعد اليوم شفنا واحد الأم ديالنا درت واحد اللايف المباشر كتبكي
واحد الحالة يرثى لها أخي عيسى. واش من هاد الدولة يا سيدي عيسى؟ واش هادي دولة ولا؟ أنا دابا حاليا عاد ما فهمتش واش هاد الشيء، هاد المسخ. كتقول الشعب ديالها سير دخل مكان ما تاكل، ولا العصا القابو ولا نقتلك. وانا كنحيي من هذا المنبر بالشجاعه هذيك الام ديالنا اللي دارت اليوم اللايف. انا راه عاودت لها داك اللايف، راه في هذه الصفحه ديالي، راه تما هذا اللايف اللي بغى يشوفه. بعدا كنحييها على الشجاعه ديالها، خرجات بدات كتستنكر هذيك الاوضاع اللي كاين في البلاد، كتستنكر. والمجرمين الكبار اللي هضرنا عليهم قبيله، فين راه هاد الائمه؟ فين راه هاد الائمه يمشيو يوقفوا مع هاد مع هاد الامهات؟ وهاد الام ذكرت واحد المجرم، واحد المقدم سميتو عز الدين، عز الدين من تمسامن مقدم هذا، واحد الكلب، حاشا الكلب، مسامحه هاد الهضره، حقرها. كيحقرهم تما، كيحقروا النساء سيدي عيسى. واش هاد الشيء منكر ولا شنو؟ ولا حق ولا شنو تقدر تقولنا على هاد الحالة سيدي عيسى؟ عندك هذه القضية، هذه الرحمة ما بقاتش، الرحمة ما بقاتش. من كتشوف حنايا وصلنا لواحد الحالة، وصلنا صافي كما نقول لك النهاية نتاع البداية نتاع هذاك نتاع الإنسان اللي ما صالحش. وصلنا واش عرفتوا واش هو الإمام كيخرج كيدافع على أمير المجرمين؟ واش عرفتوا واش هو الإمام كيخرج وما كيدافعش على المرأة اللي راها تموت، اللي راك تقول المرأة في الكراج ما عندها ما تاكل؟ واش عرفت الامام اللي كيقول الاخر امير المؤمنين وواحد اللي ناعس في الطريق يقول له ادخل الدار، هو ما عندوش الدار؟ واش يدخل واحد واحد دوله ما يمشيش يهضر مع المغني اللي يقول لهم خرجوا للبالكونات، مساكين بنادم ما جبرش حتى الكراج فين ينعس؟ هادو راه ائمه الكفر كنقولوها. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله خير من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. واش عرفتوا اخلاضر شركم المعنى ديال هذه الايه؟ اللي كي يحافظ على التقوى نتاع الله تعالى، واش اللي كيبني المسجد بالغش ينهار عليه في نار جهنم؟ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. واش عرفتوا فين راكم واصلين؟ علاش الله تعالى خرجنا بالمساجد وخرجتوا على الزنقة؟ راه تعرف هاد الائمة نتاع الكفر واش هذاكم تهزين، ترجمة كيدير الله واش يرحمه تهزين ليك. على الكتاف ديالهم؟ موضوع بنادم كيموت في الزنقة، مهم حنايا دروك علاش رانا نهضروا اخويا كريم؟ انا نهضروا على هاد الناس، هاد على هاد المظلومين. حنا راه الصوت ديال المقهور، حنا الصوت ديال المختطف، هذاك راه اسد هذاك، ماشي حنا الا قلنا الزفزافي راه قلنا المختطفين ديال العالم كامل، باش يكون تضامن. ماشي كنعطيو المثال، علاش وكتخرجوا برا كتقولوا لبنادم اتقي والله ولي ولديوركم؟ اي اتقي الله، هذاك اللي راه عنده 4 ولا 5 ديال القصور في الرباط والدار البيضاء، هذاك اللي يتقي الله في الشعب ديالو اللي عنده 236 مليار في العام، اللي عنده فايتة 200 واش تقول لك شي 80 مليون في النهار تاع الخسارات، اللي عنده في الساعة مش حال، هذاك اللي يتقي والله. هذا كله يمشيو يهضروا معاه، هما يمشيو عند المسكين، دخلوا واحد المسكين دار الخضرات ما مشاو داوها له واحد. راه الناس ما ولاتش تحشم، راه الائمه وما ولاش. عمره ما قلت في راسي غادي ندور ونبقى نهضر في هاد الائمه ولا هذوك، كانوا مثال صاحب اللي كان مثال، ولكن مين كيخرجوا للفساد في وسط الطريق ويبقوا يدافعوا على المجرمين؟ حنايا متبرئين منهم، حنا متبرئين، هادو ماشي مسلمين، هادو ماشي مؤمنين. ما نعرف انا والله، ما عرفت هاد الدوله مين جات، الرحمه ما كايناش، بنادم الناس ميته بقاو يجمعوا فيهم. ماشي نقول لك راه ما نبغيوش نسبوا، راه وصلنا هو القران كان كراه كنشوفوا هذا المنكر اللي راكم ديروه. افمن اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. التقوى نتاع الله تعالى، واش عرفتوا واش هو التقوى نتاع الله تعالى؟ الحق، مين كتشوف الحق هضر عليه، هضر عليه، ساكت عن الباطل يا شيطان الاخرس. مين كان هضر الله؟ الله تعالى، الله حرم الظلم على نفسه، يا اعداء الله ربي حرم الظلم على النفس ديالو. وانتم ما تقولوا اطيع الحكيم ولو كان ظالما، زوقتوها بديك الاغنيه هذيك كما قال لك واحد الشاعر ابو العلاء المعري: الا ايها العشاق بالله خبروا، فقد طم الخطب حتى غاصت الركب، فيما التعلل بالامال تخدعكم وانتم بين راحات الفنا سلام. ما وليتوش كاع تعرفوا راسكم بالرجلين ديالكم،
ملي كتمشي بصح الحمد لله كاينه الموت. الموت حنايا عندنا واحد الحاجه، هذه النفس هذه السابين تاع هاد المختطفين اللي فيقونا، وعرفنا على من غادي نتمشاو. التسميه تاع الوزير ما كناش نعرفوها الحمد لله، بهاد المختطفين هذو ولينا نعرفوهم، ولينا نعرفوا واش هذا محمد السادس في الشعب ديالو، ولينا هاد الائمه هو واش عارفين خرجوا الارهاب وخرجوا اي حاجه. هذا الائمه ما يمشيوش يقولوا للدوله، يقولوا له واش راك تخرج في لي بيدوفيل، ماشي حشومه عليكم عار. ولينا هي راه قريتها عاوتاني البارح، وقيله قريتها قال لك راه خرج واحد الام بعت البنت كرات بنتها ب 10000 درهم لواحد سعودي. واش هذيك نحسبها بنتي؟ هذيك هذاك اللي مشى واغتصبه، هذاك نحسبه خويا، هذاك اللي طحنه في الصليح محسن فكري، هذاك نحسبه الوالد ديالي ولا اكثر، ولا خويا ولا ما نعرف. ولكن علاش ما تهضروش على هذا الشيء؟ هذو مالكو دايرين هكا؟ مالكو دايرين هكا؟ واش انا نهضر معاكم باللغه العربيه عاد نبقى راني نهضر مع الناس المساكين اللي ما فاهمينش، مساكين ما عارفينش بكشتوهم في الراس ديالهم. راه كاين اللغه العربيه القواعد ديالها فيها غير ثلاثه ما عارفينهاش: الفعل والفاعل والمفعول به. الفعل هو التشريد، هو الكرامة ما كايناش، هو الحق ما كاينش. الفاعل محمد السادس، المفعول به هو الشعب. هذه غير ثلاثة. حنايا دمرتوا لنا كلش، دمرتوا لنا الحياة ديالنا، دمرتوا لنا الناس مساكين. بنادم كبير ما رحمتوه، بنادم صغير ما رحمتوه، مالكو دايرين هكا؟ عينا نهضروا، عينا نخرجوا للزناق، ولكن ما كنعياوش. لا حنا ما كنعياوش حتى تخرج النفس. أعطينا العهد الله تعالى، وأعطينا الحمد لله هذه المنطقة ديال الريف فيقتنا وفيقت الشعب كامل، والحمد لله نتضامنوا حنايا مع البيضاء، نتضامنوا مع أي مدينة في ديك الدولة المغربية هذيك، في البلاد والعباد فين ما كاينة كنتضامنوا. ولكن راني نهضر مع هذا المخزن هذو، هاد الأئمة اللي دايرين الراس في الراس. ما الشعب غادي يجي النهار، النهار راه جاي، فاش غادي يخرجوا للشارع؟ كل حاجة بالوقت ديالها، ولكن إن الله يمهل ولا يهمل. الله تعالى أعطانا الوقت، كنشوفوا ها هما راه جاو الناس نصحوكم، ها هما الناس خرجوا بالريف قال لكم واش تراكم ديروا، ها هما الناس راه يقول لكم نعلو عليكم الشيطان واش هذا المنكر هذا، راه حرام تخرج البيدوفيل، راه حرام تدخل واحد اللي يهضر على الحريات تدخله للحبس. واش الكريم والشريف والعفيف كتدخلوا للحبس؟ حرام عليكم. واش هذا الشيء هذا اللي كديروا؟ ربع الناس خرجت الناس بالحبس، الدول ديال العالم كامله خرجت الناس بالحبس. انتوا ما دخلتوا 450 واحد مؤخرا، دخلتوهم على دوك كورونا مساكين ما يعرفوش حتى واش هي كورونا، فسروها لهم. لحقاش العلم ما كاينش، ما عطيتولهمش العلم، ها راكو حاصلين فيهم. من خرجوا الاسود قالوا لكم ديروا السبيطارات وديروا المدارس، ما سمعتوا لهمش. القلب ديالنا رهيب، كي مرضتونا كرهنا هاد الدولة هذه وكرهنا تاكي محمد السادس، ما كناش كاع نقولوا عادي. ها هو تبهدل، ما كاينش كاع اللي يهضر عليه، ما راه يهضر، راه يخرجوا بشي تصريح نتاع اسبانيا خرج، نتاع انجلترا خرجوا، نتاع هولندا خرج، نتاع بلجيكا خرجوا، نتاع فرنسا خرجوا. حنايا ديالنا ما نعرف فين، راه متسوس. قبض المتاتم، رد هذاك ملهي، جمع الفلوس ملهي، قول البرلمان الاوروبي يعطينا 450 مليون. هي قال لك مالك محمد السادس دوماند 450 مليون لاوروبا، لصندوق النقد الاوروبي على حسابكم. علاش؟ غير الفلوس، جمع الفلوس، جمع الفلوس، جمع الفلوس، ما داش العبره بابا. كان يخلص 5 مليار في العام ولا ما نعرف واش تدا معنا. حنا ما كنقول لك النظام، يعني ما كنقولوا محسن صح، كل شيء الهيكله ديالو اللي راها كامله، اللي راها دايره تما، مرا كبيره. هو قال لك السي كريم قال لك راه الناس المراه راها تموت، ما عندها ما تاكل، شي نقولها بواحد الطريقه. وبنادم بالنيف ديالو ما يخش يطلب. انا هضرت مع الناس قالت لك انا ما نقدرش نخرج نطلب، انا كنموت. انا والله الا مرا نقول لك عندها في العمر ديالها 70 سنه، هضرت معاها قالت لي انا واخا هادو صغير نايمة هادو، هادو صغار. قالت لي ما نهز وما نخونش وما ندوماندي شي واحد، هادو صغير. قالت لي نيبس، عرفتوا شنو يعني نيبس؟ قالت لي نيبس هنا مالكم؟ شوفوا مراه كي دايره النفسيه ديالها، ما تعرفش كاع لمن يقولوا عاش السفاح. كتعرفوا كادي يقول لك الهضره في البلاصه ديالها. حنايا يقول لك لا، الحيط عنده الودنين، ما كان لا ودنين لا والو، والله ما نعقلوا حتى على شي واحد. الكلمه ديال الحق، عاش الشعب، عاش الشعب، عاش الريف، كل شيء يعيش. وهذه هي الكلمة ديالي يا أخي كريم. الله يعزك على هذا الكلام، هذا الحق.
كان هذيك واحد الفيديو يمكن بزاف الاخوان شافوه وبزاف الاخوان ما شافوش. دابا غادي ندوز واحد المقطع صغير من المعاناة ديال الشعب المغربي ككل اجماعي. نديرو شي 2 دقيقة شي 3 دقيقة ومن بعد نرجعو الاخ عيسى، ولكن تاني الشاشة كتبقى. جيشي طلب زي قبيش انت مسامة نخزن جيو ذا نجيبو جير النيدي ليه وغاسن شي طلب غزي المسؤولين انت مسامة نضحين نخي وذان غزاني وذان المقدم ما قديني المقدم ما قديني وذان وغزن بوضو ورقت وغزن ميزيغاف فنورا ميزيغاف وغاني توكاري ذني تشتميثن. الله يرحم الوالدين، بارطاجي ما كيدي فيديو يا مهم. الله يرحم الوالدين لكم. وزير دا السوراخ أصحاب المسامان، أصحاب المسامان الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. قاديني ودادي مجيرن إيش ناخد من إيش ناخد من شيء قاعد ندينو فين من غشن قاعد نديني جيدو ذرين وفين وخاصن غايز قاقب النوذن غاي أحمل الدوار بني مكشن الدوار نيدر مكشن أيو ذا أنت بسامان أين مجي جار حمد الله يرحم الوالدين لكم قاعدين في مغارين وفين تمين غشن أذيني وذان وفين من غشن. الله يرحم الوالدين أنا مقدم أنت بسامان قاعد سنة ذا يويدا يرين انا مقدم انت مسامان لو مشا سني وذا مشا سني طاور ياخد ميزي غافو نحاف تالخوش جي من سمي ضاوي هذا الشر. يقزي ورينو يقزي ورينو نيجي هرقي غقامان السورة حشو ما خاكم ميت القمامية اصحاب مسامان حشو ما ميت القمامية وجي شي قاعد وتعمي بغشي قاعد غاك المقدم انت مسامان احس بشي طاور حتى بشي طاور يخذي ذيني ذي مغارين تيجارين ذي مغارين موت الناس انتي اقازن ذيني ذي مغارين وغاز انتي خدم حاد ذيني وذان غاي ايثما نيش ايثما وغازن شي وغازن شي ذي بوبري ذن يخدم من جواني نهار جواني يقضى ضواض من عندي تغازن وفين من غشن الرؤساء المسؤولين تسقسايكني وذ مغاري تبوسا مخاسن تبوسا مخاسن خص مغاري. الله يرحم الوالدين بارطاج ما كيدي فيديو يا الله يرحم الوالدين. وانا ما جيت جا رحمت وانا ما جيت جا رحمت يا يتما حنو الله يرحم الوالدينكم نيش خوتي عيشو بوكيد بسامة نيش تعيشو ذي العزيمة. الله يرحم الوالدينكم ما تخزع من الجو ذاني الضعفاء كي الفقراء يني تجي المحتاجين. تقمني نيت الوجهيات يجن داش مرالي يجن دبارك ماشي شو مخاكم بارطاجي ما كاين لي فيديو يا الزغطة ضياوض الزغطة ضصني ياوض يوض اني جا المسؤولين كيد مسامان غصن ياوض اتحس شي حاجة زير مسكين زي بوبري اتحس زك بوبري ثان ذيني دي مغارين تيجارين مود ناس ديا كازان ذيني عاموش ديبو جيران مود اسن باباتسن وغاسن نخلي مالي غاس دغان وغاسن نيلا داث النوال وخد من ورد من قادن مساكن نوفان امن وفي نوض الغايفقن حشومة خايكم حشومة حشومة المسؤولين انت مسامان المسؤولين يدر مكشون السوارخ يدر مكشون ميخ السوارخ نيجا قايدة ريتيني تيجيدو يجي وذان ذان حسيمة يجي وذان الحسيمة ذيني ذا يحمن يعني شغاية ما جيد مسامان وفي نوض الغا يحمن مساكن الله يرحم الوالدين لكم. بارطاجا ما كاين دي فيديويا بارطاجا لا
الله يرحم الوالدينكم، الله يرحم الوالدين ويصيغ الصوره الرساله يا المسؤولين تمسامان. ايدين شي ما خدمت شي هو غاسن شي لا خدمت جواني جواني نيوذين شي ويقيم شي كلشي لا ناس ناس ما ذذرين وثنا ذذرين راح نسقزان مساكن تسران تسران بلي تيش الناس الموعة وانا راح نسقزان ناس لقد شنينو غنغبو الراميت انا الزخلين شني نازو المعاونة انا نسو غيكون بوراميت وتوي ملاقي ديك الساعة لاقيت ساونت الله يرحم الوالدين خزان شوي تيجي وداني يجي الفقراء يجي المساكين إنو غيجي شي وغاسني ني الأملاك ني ثوذرين ني الطوموبيلات ني البلاد ني العمارات وغاسن شي غاسنا رحمة رب العالمين الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين وانا ما يجي جاي رحمة احد يسقسا غير مجيرن احد يسقسا غير المساكن إنو غيجي شي غاسني حاموش نترافا يا معي حاموشون نيشوز طوغي الحسيمة تفق تفق وإذا يحمون تفق تفق وإذا يحمل ولا كاين غايا يتما كاين مسامان وغاصن شوك وغاصن إلى ربي العالمين نيش بابا يموض وغنحد وغنحد عن ربي العالمين نيش مي كاين السيورة نسندو بقا نغبر نضيف هاد الغبر نايف هاد نشو غايشي نشو غد مغشي نشركا نسنم معايا في طاولين ودار غزاي سنت غايدا بعوز دار غزاي سي غايد مرض ور الله يرحم الوالدين خزاف قلات ما الله يرحم الوالدين باش غنختار في شي حاجه نرحم باش غنغي بعد الوباء اين كيتقن الخير اين كيتعاوني ودان الله يرحم الوالدينكم الله يجازيكم بخير هاد زعما المساكن يجي المساكن المعقول وفي الخدي من غسل الخدي الى الى يمان امان رب العالمين احشوم احشوم المسؤولين تمسى ما سوا غدا عز دينا في ذاتي ديني مباشره عز دينا مقدم انت بزمان واش نطور يخفي يا يتما واش نطور ياخذو انتو كاشي واش نطور يخف ميزي غرفونا حتى انا داوين من غش ار مخدم وار رئيس الجماعه بلاصه عزيزه كري بلاصه مالهم كان تقصدي ولا مالهم كان اي الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير الله يرحمكم الوالدين جزاكم الله خيرا الرئيس تمسامن الله يرحم الوالدين هناك أخذي نايت ما ذي بوشير نغصني بابا سني والو الله يرحم الوالدين بوعلي بوعلي عزيزة بوعلي محمد بوعلي عبد السميع أقام ديني مساكن نغصن شي أقام ديني استغد شوان والغي وذات الله يرحم الوالدينكم الله يرحم الوالدين بوعلي بوعلي عبد السميع بوعلي محمد الله يرحم الوالدينكم ما تبدل ما قوايا يبو جير قادي انتي بويتي الشارين بزاف دينا المساكين بزاف ولا كاين ناوي كيتجار محقور قاعد ذاي تما شني البابا فنغو غدي يجيني البلا فني العمارة فني ثوثري ني الخضبة فني والو مساكنة في راه تغابر ني جدي كغزا روح لها راه وخدم نشي قاد نقي من واعر خلي ذي جدي ني قباس كغزا وغاس نشي الله يرحم الوالدين الله يجازيكم بخير نيش قهركا نيش هركا غاي المرض غاي المرض بوسمين غاي المرض السكر غاي المرض وور غاي المرض نتي طاوين وتويلي خشي زيدي طاوينينو الله يرحم الوالدين قالش نيش قهي ثاني تاني تقيمة على حساب على حساب سبيطا على حساب الدواء وغايمين غاي كركير كابو غايدين ني دا من بابا ني دا مو من بابا ني وغايدين والو وغايشي ماني غاصبو خليني نشي وذات قدالي لا في سبيل الله واني شنو تستغي شنو تخشي نشي شنو تفغ ميزي غاس غدوي شنو تخشي الله يرحمكم الوالدي الرقم مينو اقف غايدا كي التليفون يغزي تقف على اللايف وسين خشي الله يرحمكم الوالدين الله يجازيكم بخير
مش الرقم منو كدي تفهم كي واتساب عليكم مش الرقم نسن الله يرحم الوالدينكم اتخزم قويني المساكين احشو معيب يجي تعماتهم وبين الجنة غي ما مسكين وانتي بخليه وانتي بخليه من غايش احشو ما استاذ زعن ازاي ساني جيت سخادي خاص قرارة ويغدي سرمان قاس خاط خاويغ مساكن لينو وفي نخليه من غا وفي نخليه من غافقا حشوم 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 اي اللي تقن الخير اي قوى صيدة عنكم ما تسن ما يتقن ما يتقن الخير وتشد شي وذانا تسقام راح راح فافران وافراني وني وزني تشي شي نقدني الشردين غانا قيد شاس كناس المعاونة راح يمدي سخاي سخاري ذي ذي ذا ذي ناس ثين دنكور شي يوشي اللي يمذني ومي يني وذني غاسي ضحكني كي سي ضحكني كي ذا المساكين يجاد المساكين المعقول وخزن يحد يسقاكم خاسم انا نترجاكم عايز دين تمسى منار بقدم ودوكا بوي وذان وشتم بوي وذان ودوكا بو المغارين واستهزاء بوزي المغارين قال لي وذا عوانيتي باش خل غير مكسي المرضى باش نسطا ورخت ميزي غفغنت ميزي غير حتى حد عوين ترقز وغرب احشومة خاك احشومة خاك متقدام يا احشومة خاك الرئيس انت مسامان وتجي شي نهار اللي انتي خاب كلشي ذا السبخانة روحي كي نهار نزيا خلي ديش خلي ديش يا وليدي حشينا وارن يا وليدي حشينا وارني وذان احشومة 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 انت ماشي صور خايف ما واه صور خايف ما واه صور كلشي ما يما تجي شي المسكين نيش قاهركا نشو غاي مزي غاخد مخايف ما نيش تيما تينو تحتاج غوذي غيعاونن الله يرحم الوالدينكم ما تخزع بك المساكين تخزع بك بوبريثن جزاكم الله خيرا الرقم منو نيز الرقم منو باش لا حول ولا قوة إلا بالله يتم قتسريم كرشي قتسريم كرشي من توقع عندي سويث ماثنا ذي الأمهات النظر المرن الجمانة يا قضي استمر أتفن عفعي في السنغة أو جنة بنادم هذا حذي هذي خير مهم سيدي عيسى ما نعرفوش شفتي الفيديو كتفرج معنا في هذاك الفيديو ولا ما كتفرجش راه كلشي باين اخويا كريم راه سمعت حتى الصوت ديالك راه الميساج كيوصل رانا عارفين اخويا كريم القلب راه كيبكي القلب راه كيبكي اخويا كريم واخا كنقولوا الحاجه اللي كان نخرجوها بالفم ديالنا راه ما كاينش ما تقدرش توصف داك الالم حنا غير كنشوفوا هادشي وكنتاثر هو الانسان اللي راه عايش فيه وما نعرفش الانسان اللي الشلاه بيا والمقدمين كيكملوا عليهم هاد الدوله اللي عايشين فيها من كنقولوا اخويا كان نوليو لذاك الموضوع ديالنا من كتشوف هاد الشيء هذا كدير واحد المقارنه كنقول لك علاش كنقولوا حنا ضرب ماشي هاد المساجد علاش ما يهضروش على هاد الشيء هذا اخويا كريم انا نعطي لك سؤال علاش ما يهضروش على هاد الشيء هاد المساجد وهادو كي يدو سيدهم كي يقولوا الله ينصر سيدنا كينصروا الفساد مع العلم حنايا الانبياء كاع الانبياء اللي دازوا سيدي عيسى كانوا كيحاربوا الفساد كاع الانبياء اللي دازوا ولا الصحابه ولا كل شيء كانوا كيحاربوا الفساد غير هاد الائمه البلطة سيدي عيسى انا المهم نقول لك الصراحه انا سمعت هاد الفيديو تاثر عليا الحال راك عارف بنادم الله يستر الى عنده شي قنبله يمشي لهذاك القصر يترتقوا في سبيل الله لحقاش هذا ظلم هذا منكر هذا الشيء اللي خرج عليه الدراري الاسد اللي تسجنوا دابا ظلما وعدوانا الاخ عيسى كانوا كيطلبوا السبيطارات كانوا كيطلبوا العيش الكريم كانوا كيطلبوا الخدايم كانوا كيطلبوا اللي الحق فيهم هذا دابا حنا يحتاجنا وبالاخص الامهات ديالنا قبل ما نكمل الفكره كان واحد الاخت سميتها وفا وفا حتى هي كتطلب المعاونه الا كان شي الاخوان هنا يقدروا يتصلوا معها يتصلوا بها في سبيل الله نخلي لك الكلمه سيدي عيسى واه واش تنقول لك اخويا كريم المساعده ان الله يقبل الصدقات راه الصدقه مزيانه اخويا كريم واحد الحاجه اللي كان لي انا ما نقبلهاش
نتاخذ على الرقبه ديالي شحال المساجد هادو، هاد الجميع نتاع الفلوس، هاد 200,000 فورو لهيه، وهاديك ما كيهضروش على هادي امال ولا هذاك واحد المسكين راه في الكراج كيجمعوا ليهم الفلوس. انا نعطي لك يمكن جات الساعه نهضروا عليهم. كاين 68 مسجد، ويا قلت لك في بروكسل كاين 68، كاين 63 فونفيرس، نعطيك غير واحد النسبه قليله بلا ما نمشيو لباري، بلا ما نمشي راك تخلع. 68 اخويا كريم، دير نديرو حنايا 68 في 63، دير كاين في بلجيك 200 مسجد، غير 200 مسجد، كل مسجد دير فيه يكونوا فيه نقولوا غير 500 واحد، دايرين 50 اورو في الشهر. عرفت شحال كيدخلوا ديال الفلوس؟ مي كدير كتجبر الملايير كتمشي، كتقول فين كتمشي هاد الناس؟ علاش ما كيديروش شي جمعيه يساعدوا الناس، هاد الناس اللي ما عندهمش، هاد المعتوبين، علاش ما يهضروش على الحق؟ كيجمعوا غير الفلوس، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. كيخرج ما يقول لك لا مرة راه تموت، لا هذاك راه حاصل، لا حتى شي واحد. ما كانش شي إمام اللي كان عارفه هكا اللي صرح بها مباشرة، قال المعتقلين راهم في الحبس. حنا ما ننساوش المعتقلين ديالنا، واخا رانا في كورونا، واخا رانا مع المساجد، واخا رانا مع المختطفين ديالنا اللي راهم فوق راسنا، هذوك هما التوج ديالنا فوق الرؤوس ديالنا. من تشوف هذوك في الحبس ما تستناش شي حاجة في ديك البلاد هذيك، ما تلتمس لا عطف بشي واحد، ما تقول لشي واحد خرج لي المعتقلين، ما تقول له لا خرج لي هذيك، عارف باللي ما كاينش. لو كان فيه الأصل وفيه الذمة وفيه الكرامة وفيه غير النقطة ديال الإنسانية، دوك الناس يهزهم فوق راسه يقول لهم اربحوا ها اللي يخدموا البلاد. ولكن من يكون حاكم البلاد فاسق ما صالحش، وداير في الخطبة، من رجعوا للخطبة ديالو خطاب العرش، معنا عرفوا احنا العرش الرحمن على العرش استوى، ماشي محمد السادس على العرش استوى، داير هنا إن تنصروا ينصركم، الله دايرها مول راسو، ديروها في جوجل دخلوا ديريكت عادي تشوف الخطابات ديالو كاملين. الشرك مدخلين غير الشرك، ومن كتجي تجمع في المسجد يقول لك يرفضوا له الفاتحة الأمين المجرم في المسجد، الشرك والله تعالى. هما الناس، انت كتشوف الفيديو خويا كريم راك كتبكي، حنا كنسمعوا، انا ما بغيتش كاع ندور راس ديالي عند هذاك، لحقاش انا عارفين كنتاثر، بنادم كيتاثر، انا انسان فينا الانسانيه، راه شي مرات ما تبغيش كاع تعيش. لو كان نقول لك غير نموت انا قبل ما نشوف هذا الشيء هذا. الائمه كفروا خرجوا بواحد الطريق، ما يخافوش الله، واش ما كيخافوش؟ ما يخافوش الموت؟ ما فهمتش انا والله، ما فهمت. ما فيكش كاع الموت نقولوا الرحمه ما فيكش؟ يقول لك اليهود ما كيديروش هكا، يقول لك النصارى ما يديروش هكا، يقول لك اهل الكتاب ما يديروش هكا، ما كيديروش. ما عرفتش من قوم خرج لنا بهذيك البلاد هذيك، فرعون ولكن واش يعني نطلب فرعون على في الارض وفي كيقول لك انا ربكم ولا اعلى. راه وصلنا احنا لواحد الوقيته راه اللي 450 مليون اورو عطاوها لهم، دار 450 واحد في الحبس. انا يقول لي شي واحد هذاك محمد السادس واحد ما يسواش، واحد عدو الله وعدو الانسانيه وعدو البشريه وعدو اي معتقل راه في الحبس هو السبب ديالو، اي واحد قلعوا له الكسوه هو السبب ديالو، اي قطار يغتصب لنا الاولاد ديالنا والبنات ديالنا هو السبب. حنا نمشيو على هاد الطريق هذه، انا والله ما نسمح فيه، لحقاش شفتو بالعيني ديالي في الاخبار، شفتو في كل شيء واش تا كيدير. وحنايا كيجيو يهزوا له الفاتحه، كيمشي وهو كريم كيقول لك انت يا واش بعدا ناشد الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو ولا شافوه من بعد، راه كاينه واحد القناه ديال السي كريم كيهضر على الحق، حاجه اي واحد بغى يتداخل معاه ولا يهضر على الحق مرحبا به. قال لكم راه كاين واحد الاذاعه ماشي ديال الشطيح ماشي ديال الريح، اللي بغى يهضر باي لغه، بغى بالدارجه، بغى يهضر بالعربيه، بغى بالشلحه بالامازيغيه، اي لغه، قال لك مرحبا بكم، دعموا واحد القناه ديالو باش يكون فيها ان شاء الله واحد 1000 واحد، تكون قناة ديال الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. قال لك ما تعطيوني ما ديرو غير ديرو جيم هذيك القناة هذيك صافي، هذا الشيء اللي كيطلب بكم. ما قال لكم نروحوا نبنيو ديور لهي، ما قال لكم نروحوا نديروا مقبرات لهي. ها هو مسكين مين كيدير الفيديوهات كيتأثر، هو أصلا كيتأثر بهالفيديوهات كيما حنايا كاملين، ما كنعسوش كنشوف هذا الشيء هذا. والله شي مرات ما كنعس، والله إلا كنبقى نزقي في الليل شي مرات، أنا يعني ربي شاهد عليا،
كنوض داكشي نشوف في المنام وكنخرج هكا كتشوف كتأثر. هذاك الشيء راه ماشي كذوب، هذوك راه ناس كنعرفوهم، راه عندنا الناس اللي كيسكنوا من تما. يقول لك هذاك راه المغرب خارجين ديك الدولة أكثر بسوريا، أكثر بالعراق، أكثر بالجزائر، أكثر بالبرازيل، أكثر بأي دولة. راه النسبة ديال المغاربة هما اللي خارجين بزاف، ولكن حنايا ما كيهضروش، ما كيهضروش الائمه. مين انت سي نورمال كتجبر انت الامام ما كيهضرش، صاي صاي كيهضر يقول لك امير وناشد ملك البلاد الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار واسماء الله اذكروه بها ودعي الذين يلحدون في اسمائه سوف يجزون ما يفعلون. يعني الملك الله تعالى، ولكن انتم ما كتقراوهاش، ولكن وصلت الساعه بل يقرؤون ما فيها ولا يفقهون ما فيها. هادو هما كيقراو ما كيفقهوش واش تا فيها، كيخرج هكا كتجبر ايه فقيه كيدخل يقرا 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 يقرا، في التالي كيستنى تعطيلو الفلوس باش يخرج. هذه قاعدة تعلمت الطبيعة شينة، هذه هذه الطبيعة شينة بزاف، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. النداء اللي كنوجه للناس كاملة عامة، ما تعطيو لهم حتى شي فكرة، اش هذا اللي راه يشري البلان ولا نقول لك نشريو ندفنوا الناس ونديروا. انتوما الاحرار، كاين احرار قادين براسهم. ونوصي بعد هاد الجوايه اللي كاين فيهم الريافه على الجهه، راه هولندا واونفيرس وهذو الناس اللي فيهم النفس، ما تعطيو لهم حتى شي فرنك. بيناتكم وبنات بيناتنا ونجمعوا بنادم ويدير مرحبا به اي حر ولا حر كاين شي فكره نديروها بيناتنا خارج على النطاق نتاع المساجد، على النطاق نتاع المسؤولين نتاع المساجد. المساجد ما داروا لنا حتى شي حاجه، هذوك حيوت وصافي. حنايا عندنا المشكل مع هاد الناس هادو اللي كيجمعوا الفلوس، علاش ما نديروش واحد الصندوق كيما قال لك سيدي كريم، نديروا الصندوق نتاع الريف لهاد الناس هادو اللي ما عندهمش شي صندوق. قال لك انا مقادير في الجيب ديالي روح، قال لك لا نديرو بحال كاين كردستان، الكرد دايرين بحال هكا، يعني كتمشي غير المساعده بالسيف عليك، تبقى تساعد المنطقه ديالك، تدافع على الهويه ديالك، ما فيها حتى شي حاجه. بصح انا يجي واحد يهضر معايا الريفيه غير باش يجمع الفلوس، ولا يهضر معايا العربيه غير باش يجمع الفلوس، ما نقبلوش. هضر اللغه ديالك الاصليه وافتخر بها وهزها فوق الكتاف ديالك اينما كان الاصل ديالك. حنا ما عندناش تهضر ريفيه مرحبا كملها، ولكن ماشي تهضرها غير باش تجمع الفلوس، ولا تجمع من تقلب ملهيها تمشي تهضر تقول لهم محمد السادس عاش محمد السادس. لا، كمل الطريق ديالك، ولكن لا حياة لمن تنادي، راني عارف راني غير نهضر هكا وصافي. واخا كان هضر وعرفنا باللي الناس صاير راه الحق باين، اللي كيتبعوا باين، الناس راها تموت، ها هما راهم يسقلوا المخزن، راه يسقل لبنان في الزنقة. نادم عنده 40 عام يجبد عليه يسقل ويقول له دخل للدار. بالصغير وما تضربوش، ولاد صغار ما خص دير لهم هكاك. حنا فين وصلت بينا الدرجه؟ طيحتوا بينا، طيحتوا العالم كامل ولا يتفرج. اليوم يضربوه بالسقله، غدوه يجبر راسه مصور بالكاميرا يجي يقول له لا سمح لي رانا نبيعوه حنايا هنا، رانا نبيعوه في بنادم. هذاك راه ماشي بالتيخ ولا دلي، هذاك راه انسان، هذاك انسان ربي زرع فيه الروح ديالو، فيه الادميه بنو ادم. واش عارف اللي كيحقر اليتيم؟ واش عارف اللي كيحقر العجوز؟ واش عرفتوا اللي كيحقر المسكين؟ واش ما كتعرفوش عباد ربي واش يوقع لكم؟ ما تعرفوش يوم تبدل الجلود غير الجلود. يعني الجلد نتاع الانسان كتحرق تحرق وكتمشي وكتبدل بجلد اخرى. قال يوم تشهدوا عليهم انفسهم والسنتهم، الالسنه ديالكم عادي تشهد عليكم، الجلد ديالك يشهد عليكم، العينين ديالكم يشهدوا عليكم. واش تشفتوا اللسان ديالكم؟ واش قلتوا النف ديالكم؟ فاش استعملتوا الباحات كل شيء يشهد عليك. بصح انت الا كنت عايش تشوف في المنكر وما تهضرش، تشوف هكا بنادم هكا تشم فيه الريحه الخنز وما تقولوش نوضوا، راه كنمشيو الا مشينا لواحد النطاق ما غاديش نريضوا بالهضره. بصح كل شيء راكو عارفين، هاد الائمه نتاع الكفر كل شيء راهم عارفين، ولكن دوروا كلش باش الناس ما يفقهوش الا عرفوا داك الشيء باللي الله هو الحق. هي هذه الكلمة بسيطة، الله تعالى هو الحق، الحق هو الله، يعني اهضر على الحق ينصرك الله أينما كنت، اهضر على الحق. ما عندي مشكلة لا الصلاة ولا العبادة، هذيك بينك وبين الله تعالى، الحق اهضر على الحق.
سالينا عاش الشعب في دمار شي شعب عاش. يا سقوط هذاك الفتاك اللي وصلنا لهاد الفضيحة هذه، راه باين الناس العالم هي كورونا في الحباسات بدات، والعياذ بالله راه لا وصلت لذاك الشيء اللي ما تمنيناش، راه ما لا يحمد عقباه. هذا راه ماشي تحذير، هذا راه كنشوفوا فيه، راه ما كاينش شي دولة اللي كتخليو المغرب راه وصل واحد الانتشار، واحد العدد نتاع الانتشار كبيرة بزاف، الناس راه تموت، راهم يبلعوا عليهم مباشرة، راه كيخرجوا، راه الا وصلت لك المعتقلين، راه الا وصلت لهم، وكيما نقولوا حنا المعتقلين يعني هالبلاد كاملها، ماشي زفزافي، نبيلة حمجيق، محمد جلول، عادل، كل شيء، مول الحانوت، كل شيء، كل شيء نعتبر، راه الا وصلت لهم هاد الشيء هذا، وماتوا هاد الناس، ولو نقولوا راه المرض هو اللي قتلهم، راه انتم اللي قتلتوهم، المسؤولين، محمد السادس انت اللي قتلهم، الا وقع لهم شي حاجه ولصق فيهم ذاك المرض راه انت يا درتو لهم، حقاش هذوك راهم معزولين في السجن، والا وصلت لهم شي حاجه كل شيء منكم باش تخلصوا بهم، هذه نعطيها لكم انايا نحاسب عليها. وتحية عالية للإخوان اللي كيشوفوا فينا واللي ما شافوش، والأحرار والحرائر كل واحد باسمه القائمة طويلة طويلة جدا، وأنا ينسلم على الناس على الرجلين ديالهم اللي كيهضروا على الحق، اللي خرجوا في المظاهرات والوقفات والاحتجاجات، نسلم عليهم واحد واحد على الرجلين ديالهم. هذه ماشي نقول لك هذه عبادة ولا هذه احترام وإجلال وتكبير، اللي كيهضروا على الحق، يخرجوا المظاهرات وخرجوا البرد والشتاء وتمشاو وكلاو العمود وداروا لا في البلاد لا هنايا، مقبل الاقدام ديالهم، النساء، المراه الريفيه الكادحه، احتراماتي، نعيا ما نقول شي كلمه، راه ما كايناش شي كلمه توصل، مع الاحرار كاملين، الحرائر نتاع البلاد والعباد ونتاع العالم كامل، نحيوا الشعب الجزائري، نحيوا الشعب التونسي، نحيوا الشعوب كامله، ونطلبوا الله تعالى ينصرنا على القوم الظالمين، راهم هلكونا، راه ما وليناش بنادم غير يفيق مع الصبح يبقى يشعل الانترنت، تشعل الانترنت تقول ربي الله يستر واش توقع، كل ما تشعل تجبر واحد جي في راسه، واحد قتل راسه في المغرب، كل ما تشعل تجبر المختطف راه واش تداروا له، كل ما تدير شي حاجه ولينا ما كانش شي خبر صار في ديك البلاد هذيك. البارح درنا الحاجة اللي درتها هي أنا هكا، وصل الميساج قال لك راه الموتى ما يرجعوش، غدا ليه داروها قال لك عاوتاني راه ما عندهمش، صافي بالله عليهم محمد السادس، غدا ليه عاوتاني نفيق، الله أعلم واش تيوقع، ما كاينش شي خبر كيفرح نهائيا. علاش؟ لحقاش درتو لنا اللي هضر على الحق راه في الحبس، والله تعالى راه كيخلص، حنا راه نآمنوا أي حاجة جات من عند الله تعالى نحمدك يا ربي ونشكرك، حنا راه كندافعوا على الحق فين ما كانوا، ما نحبسوش، وكنحيي الاخ كريم، نحييك واحد التحيه عاليه عاليه قديره، وخوش نقول لك يعني الكلام اللي غادي نقوله اخويا كريم، كدير واحد المجهودات يعني بلا ما نقول لك، ما كتسنى لا شي واحد، كان بوحدك كدير الحاجه اللي بانت كديرها، واش غادي نقول لك تحيه كبيره وكبيره بزاف الاخ كريم، وتحيه الاحرار والحرائر، وعاش الشعب، واش نقول لك المختطفين واش ها هم كراه باين، المستشفيات هم كباين، المساجد راهم باينين، كلش راه بين العينين ديالكم، ما تعطيو لهم حتى شي حاجة، اللي بغى يمشي للحج ما يمشيش للحج، يمشي يحج بالعائلة ديالو والجيران ديالو اللي راهم يموتوا بالجوع درك، هذاك هو الحج ديالهم. وتبقى على خير يا أخي كريم، ونخلي لك آخر الكلام. كسيدي عيسى، كان واحد اللايف في المستوى، علاش كنقول في المستوى، ماشي كنشكر راسي ولا كنشكرك سيدي عيسى، هذا واجب باش نشكرك، علاش درتي واحد المجهود كبير باش تجيب لنا هذه المعلومات، كنشكرك بزاف، مع العلم هذا الشيء ما يحتاج بالشكر، هذا الشيء الواجب ديالنا، كنحييك حتى انت، انا عارف شنو كدير في الخفاء اللي كدير تجاه البلاد ديالك سيدي عيسى، الله يكثر من مثالك، ونقول لك صراحة انت واحد الانسان زعما قليل الناس بحالك انت، وحنا رانا ليلة الى الامام سيدي عيسى، حنايا كنفكروا في المسائل باش نقدو نعاونو خوتنا، باش رانا تما كنفكروا، وحنا ما غاديش نسمحوا في هذيك الريف ديالنا، هذيك الوطن ضحاو عليها الجدود ديالنا،
وواجب ديالنا باش نستمروا ندافعوا عليه حتى ياخذ الله تعالى الامانه ديالو. سيدي عيسى، ليله سعيده، وان شاء الله اللقاء ديالنا عما قريب. وتحياتي الاخوه الكاملين اللي كيتفرجوا، اللي عطاو الوقت ديالهم. هاد الشيء ماشي كنديرو راسنا، وانما كنديرو البلاد ديالنا باش تولي مزيانه. والاخوان ديالي الاعزاز، ما تنساوش تمشيو ديروا جيم القناه ديال اليوتيوب، راها تما بين قلتها الله يرحم الوالدين. هاد القناه المدخول ديالها ان شاء الله اذا وصلت 1000 ابوني، المدخول ديالها غادي يمشي للعائلات المحتاجه واليتامى. كنتمناو تمشيو ديروا ابوني. تحيه نضاليه عاليه للجميع، الله يصبر عائله المختطفين، الله يصبر جميع الفقراء ديالنا. اللي كاين شي واحد كنشد الاخوان هنا في اوروبا، اللي كاين شي واحد يقدر يعاون شي عائله ولا شي ام ولا شي يتيمه، وانما هذا الشيء اللي غادي يلقى بنادم في هذه الدنيا، راه غادي يجي واحد الوقت كل شيء يموت، ما يدوم لا المال لا شي حاجه، وانما بنادم اللي غادي يدوم له اللي دار شي فعل خير. اخواني اخواتي، لقاؤنا يتجدد ان شاء الله عما قارب. سيدي عيسى، ليله سعيده، يعزي أيوس اللسان عن أيوس الشكر. أيها الشهم، أيها الحر، استمر والله أكثر من ذلك. ليلة سعيدة.